اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم جراحات اللور جي اي تي او عالم جراحات المستقيم والشرج. خليني اقول لكم انه البواسير ليها قصه مثيره للغايه. بواسير قد تؤثر على حياه الانسان بشكل خطير. تقوم تقول لي بواسير تؤثر بشكل خطير، هنفهم في كلامنا النهارده الكثير من النقاط حول هذا المعنى. البواسير تعمل انيميا، الانيميا تاثر على حياه البني ادم، البواسير ممكن تماسك تغطي على مرض خطير زي الاورام فتعتقد انها بواسير ولا تظن انها ورم، فيكون هناك فرصه للورم انه يتفاقم. دي قصه مثيره جدا. لكن حتى التاريخ زي ما قلت لكم قال لك ان البواسير اثرت فعلا على حياه الناس. ما هو الانسان بينعزل اجتماعيا، ممكن يقعد في البيت ما يخرجش، حياته كلها محدده بانه في الم، في نزيف قد يحدث من وقت لاخر. القصه المثيره جدا التي ذكرت ان نابليون بونابرت خسر معركته المشهوره اللي هي اسمها ووترلو، دي معركه مشهوره جدا بسبب البواسير، انه المها دهمته، نزيف بدا يحصل، ما قدرش يشارك في المعركة، الجيش بتاعه انهزم. فده شيء برضو يدعو يعني لنحن نقعد نفكر شوية. البواسير ممكن تأثر على حياة إنسان. أنا هقول لكم مش بقى نابليون بونابرت، أي حد سين أو صاد أو عين من أي مكان كان مش قادر ينزل شغله بسبب البواسير فترفد، أو خد خصومات، مش قادر يقعد في محله بسبب البواسير فساب المحل فتسرق، مش قادر يباشر عمله او اجتماعه المهم فحضر الاجتماع في عجاله وبقرارات غلط فبوظ الدنيا بسبب البواسير. يا جماعه مش مرض عادي. والغريب انه في كتير من الناس بتؤجل علاجها، معرفش ليه. وطبعا تبحث بقى في طريقه التاجيل ده. التاجيل دايما عند المصريين مصاحب باساليب بحث غريبه، اللي هو ايه، ادور بقى، ادور فين؟ ادور بقى في قناه مش عارف امه ايه، ولا قناه توك توك، ولا قناه بس اي قناه من القنوات الغريبه دي على مرهم لعلاج البواسير. تلاقي كده القنوات دي نصب في مكتوب في الاعلانات بتاعتهم والبتاعات بتاعتهم مرهم لعلاج البواسير، احدث مرهم لعلاج مش عارف ايه، المرهم السحري العالمي الذي جاء من جبناه من كوالالمبور عشان يعالج البواسير. طبعا ده كله نصب، والناس بتدور على حاجات تبدو براقة وتبدو سحرية بالكلام السحري، وفي الآخر العلاج سهل بس احنا نقرر العلاج. النهاردة الحوار ممتع للغاية في واحدة من أهم مواضيعنا للغاية، مع ضيف مهم للغاية، واحد من الأسماء القديرة البارزة في عالم الجهاز الهضمي السفلي أو اللور جي اي تي، واسم قدير على مستوى جراحات البواسير وجراحات الشرخ الشرجي وجراحات الناصور العصعصي وجراحات الناصور، اسم قدير بيبرز دايما مهارات فائقة في التقدم التكنولوجي في عالم الجراحات. الاسم الذي أسعد بوجوده معنا النهاردة ضيفي العزيز الزميل والصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد مجدي النجار، عضو الكلية الملكية للجراحين الإنجليزية والمؤسس والمدير لمؤسسة عيادات هيموكيور والمحاضر الدولي للمدرب المعتمد لجراحات الشرج والمستقيم الاسم القدير. اهلا بك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن، وحشني جدا. انت اكتر والله. يعني زي ما بيقولوا ايه، غياب جميل لكن حضور اجمل. وحشني جدا جدا والله. وانت وحشني جدا. الله يخليك، شكرا قوي. التاريخ البواسير تاريخ مثير، ودايما يعني انا بفتكر ووترلو بونابرت، اكيد انت طبعا يعني بونابرت عارف انه صحيح كان بيعاني من بواسير. صحيح. البواسير تاريخها ايه؟ البواسير مرض من أكتر الأمراض اللي اتوصفت كويس على مدار التاريخ منذ آلاف آلاف السنين. يعني من أشهر البرديات اللي اتعملت عن علاج الأمراض كان بردية كاملة من يمكن أكتر من عدة آلاف سنة عن البواسير بالذات يعني، ووصفوا فيها المرض ووصفوا أعراضه ومشيت الحكاية. كل ما حد من المشاهير يبقى مصاب بالبواسير يتكتب عنه في التاريخ، من أشهرهم طبعا زي ما حضرتك قلت نابليون بونابرت، وخسر في المعركة دي فعلا عشان البواسير، لأنه حتى ما قدرش كمان يقعد على الحصان بتاعه فما قدرش يقود الجيش، فالناس فهمت أنه بيستسلم أو حاجة فخسر المعركة يعني. والتاريخ مليان بمشاهير كتير جدا عندهم بواسير، وكانت يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنها كانت مأثرة على حياتهم بشكل كامل يعني. ومنذ آلاف السنين من 4000 5000 سنة لحد دلوقتي ما زال البواسير موجودة وما زالت ناس كتير عندها بواسير. ايه هي البواسير؟ باختصار شديد البواسير هي تمدد في جدار الأوعية الدموية، يعني
حوالين منطقة الشرج في أوردة تحت الغشاء المخاطي على طول زي الأوردة اللي في إيدينا. الأوردة دي موجودة بشكل طبيعي نورمال أناتومي أو تشريح طبيعي إنها تبقى موجودة. إذا اتملت بدم زيادة شوية تتمدد جدرانها، حاجة أشبه بالأوردة اللي بتيجي في الرجلين فنسميها دوالي مثلا. فإذا كان الوريد ده خد دم أكتر شوية فيتمدد وينتفخ ويبقى اسمه بواسير. لكن الأنال كوشنز دي أو الأوردة اللي حوالين الشرج كلنا عندنا هذه الأوردة، يعني مش عايز أقول كلنا عندنا درجة من درجات البواسير لكن كلنا عندنا الأوردة دي. إذا شال الدم الزيادة وبقى الوريد ده منتفخ وبدأ يبقى ليه حجم ومحسوس وملموس وينزل ويطلع والكلام ده يبقى اسمه بواسير. فباختصار هي تمدد في جدار الأوعية الدموية المحيطة بمنطقة الشرج. إيه البواسير ليها أنواع؟ طبعًا ليها تقسيمتين كبار، نقدر نقسم البواسير إلى بواسير داخلية ثم بواسير خارجية. الحكاية دي ليها حتة تشريحية كده هقولها للناس، إنه الشرج زي الدايرة ثم يمتد لجوه بحاجة اسمها المستقيم. ما بين الشرج والمستقيم منطقة اسمها الدنتيت لاين اللي هي على الصورة المنطقة المتعرجة دي أو اللي فيها كولومز دي. إذا ظهرت البواسير حوالين الدنتيت لاين أو من فوقيه اسمها بواسير داخلية، يعني جاية منشأها من داخل المستقيم من جوه. إذا كانت البواسير من تحت الدنتيت لاين أو من حوالين الجلد حوالين الشرج يبقى اسمها بواسير خارجية. فهم تقسيمتين كبار، داخلية وخارجية. ثم قسمنا البواسير الداخلية اللي هي جاية من فوق، اللي من فوق الخط المتعرج ده، إلى أربع درجات: الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. الدرجة الأولى هي بواسير بسيطة، الاناتومي بتاعها بسيط وما فيهاش تمدد كبير في جدار الاوعيه الدمويه، واعراضها زي ما هنتكلم كمان شويه ما هياش كبيره. الدرجه الثانيه البواسير اكبر شويه لكن ما زالت جوه منطقه المستقيم او منطقه الشرج. الدرجه الثالثه البواسير بتبدا تكبر شويه وتخرج من خارج الشرج. تخرج يعني تخرج، يعني المريض هيحس ان في حاجه خارجه، يعني زي الصوره على الجريت 3 دي هيبدا تخرج لبره، والمريض لما يجي بعد التبرز او حاجه اثناء التنشيف او حاجه زي كده هيحس ان فيها انسجه خارجه لبره، ثم ترجع تاني في مكانها. تختلف بقى درجاتها، يعني في بعض البواسير اللي من الدرجه الثالثه ترجع على طول في خلال مثلا دقيقتين ثلاثه ولا حاجه، ثم البواسير اللي من الدرجه الرابعه. والدرجه الرابعه دي يعني خلاص انسجه خارجه طول الوقت لبره، يعني انا قاعد خارجه لبره، انا ماشي خارجه لبره، انا دخلت الحمام فخرجت لبره وموجوده طول الوقت، قاعد في مكتبي خارجه لبره، لكن المريض حاسس طول الوقت ان في لمب او في سويلنج او في حاجه متورمه او حاجه منفوخه، او زي ما يقول المريض حاجه زي البالونه موجوده طول الوقت حوالين الشرج. اذا فهم درجات من 1 لـ 4 وتقسمت الى بواسير داخليه وبواسير خارجيه. البواسير الخارجيه بقى الحته اللي ناقصه هو بصور موجود طول الوقت حوالين الشرج من بره، متغطي بجلد من بره ومنفوخ، وكان بالظبط في كيس دهني او كان في خراج او كان في بالونه حوالين الشرج، فيبقى البواسير داخليه وخارجيه ثم تقسمت لاربع درجات. خلينا نروح للاسباب الرئيسيه. أهم الأسباب جينيتكس، يعني مش أكل، لا أهم الأسباب الجينيتكس وحتى جينات وحتى يسموها أنها running in families، يعني نلاقي الأب عنده يلاقي الابن عنده نلاقي الحفيد عنده الأم عندها تلاقي البنت عندها، فهي 100%. وهقولك السبب فيها إيه، إنه بيسموها الويك ميزنكايم، ده إن الجدار الأوعية الدموية نفسه رؤيق، فلما بينزل فيه شوية دم زيادة يتنفخ، وبالتالي ممكن تلاقي المريض ده عنده بواسير وعنده دوالي في رجليه وعنده دوالي في الخصيه، وتلاقي شعاعات دمويه رؤيقه، فمثلا يمشي في الحر شويه ينزل شويه دم يجي له الابستاكسس او النزول الدم من مناخيره او ايا كان. اذا فجزء منها جيني، وبالتالي نلاقي ناس هيلثي جدا وبتتمرن على طول وتاكل اكل كويس لكن عندها بواسير، وده اللي يقول انه مش لازم يبقى الاكل. لكن هل الاكل سبب؟ طبعا 100%. ان اي حاجه هتعمل الريتيشن او التهيج في الجهاز الهضمي الشطه، والشطه دي برضو فيها معلومه انه الماده الخام بتاعه الشطه ماده اسمها كابسيسين. الكابسيسين دي اذا كان الجهاز الهضمي بيقدر يهضمها، يعني مريض هياكل شطه لا عينه تدمع ولا مناخيره تسيب ولا بقه يحرقه قوي ولا بطنه توجعه، فاذا فجهازه الهضمي بيقدر يتعامل مع ماده الكابسيسين دي فمش هيجيله بواسير، وبالتالي تلاقي ناس كتير جدا بتاكل شطه وعادي، وقد اكون واحد منهم، يعني الحقيقه انا باكل شطه لكن اقدر اتعامل مع هذه الماده فما يحصليش منها مشاكل. دلالات انه انا بقدر اتعامل مع الشطه ان مناخيري مش مفيش راننج نوز، مفيش عينيا ما تدمعش بقي ما يحرقنيش قوي من الشطه، بقدر اتحملها وجهازي يقدر يهضمها وما عنديش حساسيه منها. لكن في ناس تانية بتاكل شطه بتتعب جدا، فاذا اكلت شطه واثناء التغوط كنت تعبان فالشطه بتتعبك وممنوعه،
اذا اكلت شطه وكنت عادي فنقدر يعني نعديها طبعا. لكن البهارات طبعا من الحاجات البهارات النفاذه قوي قوي، واوطاننا العربيه مليانه بهارات نفاذه قوي، فمنها من الحاجات اللي ممكن تعمل تهيج في الاغشيه المخاطيه تحت فتعمل بواسير، الاكل التقيل قوي المسبك والمدهنن والمخللات والحاجات التقيله قوي، عارف اللي هو طاجن مش عارف ايه بايه، الحاجات اللي هي تروح لها وسط البلد دي عشان تاكلها يعني تبقى فظيعه. بيعملوا كومباينيشن وبعدين بيدوها اسماء، يقول لك القنبله ايوه طاجن القنبله حتى من اسمه، يقول لك قنبله فعلا ومثلا شهر العسل هو بيعملوا اتراكشن بيحطوا حاجات مش متقابله وغريبه، كوارع مش عارف على ايه على ايه على ايه، وحطه كله مع بعضه. جربت تاكله قبل؟ لا لا مش بتاع الكومبينيشنات يعني. انا راجل ستريت يعني انا احب واحد انا احب الحاجه الواضحه ايوه يعني انا رز بالشعريه وبسله ورز بالنسبه لي ده اعظم اكل في العالم. ايوه خضار لا انا رز بالشعريه واي حاجه بالظبط. خلينا نروح للعلامات. ايه العلامات اللي تقلق المريض يقول لك انا عندي بواسير؟ طبعا سؤال حلو جدا هو الاعراض. هرجع لحته ان احنا قلنا ان البواسير انواع، فنبدا من اول درجه، الدرجه الاولى دي المريض مش هيحس بحاجه ابدا غير بعض الديسكمفورت او عدم الراحه، فيبقى هو اصلا مش عارف هو عنده ايه وما عندوش اعراض قوي، لكن لما بيقعد مش مرتاح، مش حاسس انه مبسوط قوي في القعده، في حاجه غلط يعني لا ترتقي الى الوجع لكنه قاعد مش مرتاح. الدرجه الثانيه يبدا اعراض تبان اكتر زي الهرش او الحكه، من اول الاعراض اللي بتظهر ان المريض عنده احساس بالايتشنج او الهرش او الحكه حوالين الشرج. بعد العرض اللي يظهر بعد الهرش او الحكه هو نزول قطرات الدم او البليدنج الفريش بليدنج، الدم اللي لونه احمر فريش، اللي يجي مع التغوط يعني دخل حمام فبقى عنده بليدنج. ولازم نتكلم في حته مهمه حضرتك قلتها في المقدمه رائعه، انه البواسير من عيوبها انها بتغطي على حاجات اكبر منها زي الاورام او حاجات زي كده، ونجيلها كمان شويه. اذا فالايتشنج الهرش او الحكه، الاحساس بعدم الراحه، نزول قطرات الدم، ثم الالم. البواسير بطبيعتها مرض غير مؤلم، يعني ممكن يبقى عندي بواسير ومش متوجع، ملهاش سيمتومز قوي في حته الوجع، لكن الوجع يحصل لو حصل كومبليكيشن، لو البواسير دي تقرحت فبقى اسمها ulcerated bile فعليها قرحه، لو حصل مضاعفات يحصل الالم وجع. فاذا كان مريض عنده بواسير بقاله سنين طويله وفجاه بقى في وجع 100% في حاجه حصلت زياده، قرحه او حاجه اسمها thrombosed bile او بواسير متجلطه، يعني الدم دخل جوه البواسير ومش عارف يرجع، فتلاقي البواسير منفوخه قوي كده وموجعه جدا يعني، او بدات تتحول من درجه الى درجه. فتروح الاعراض كلها في الحته دي، الهرش او الحكه، نزول بعض قطرات الدم، الالم او عدم الراحه. طيب التشخيص، هل المقصود بالتشخيص ان انا اعرف ان المريض ده عنده بواسير، ولا حدد نقاط معينه في البواسير زي درجاتها ونوعها؟ طبعا التشخيص اولا لازم يقول هو عنده ايه من امراض الشرج، عنده بواسير ولا لا، لانه احنا قلنا انه الاعراض اللي هتيجي من المريض ده، الالم او الدم، هي اعراض متشابهه جدا، لانه قد يكون عنده حاجه تانية، وليكن مثلا سرطان للشرج او سرطان للمستقيم. هو سرطان الشرج هتبقى اعراضه ايه غير انه نزيف، ان المريض بينزل شويه دم بس، عنده تنسمس اللي هي التعنيه، وساعات تختلط قوي على المريض مش قادر يفرق هو مش مرتاح، ولا عنده احساس بالاستتقال زي ما بيقول، ينزل منه شويه افرازات، اعراض في بدايتها كلها شبه الحاجات دي. فالتشخيص اولا نقول هو عنده بواسير ولا لا. طب اذا اطمأنينا واطمأن قلبنا انه المريض ده ما عندوش حاجه وحشه والمريض ده عنده بواسير، نعرف درجة البواسير، هي درجة تانية ولا درجة تالتة ولا درجة رابعة. وعلى الشاشة الحكاية دي زمان كنا نعمل الفحص ده بالفحص الشرجي، المريض ينام والجراح يشوفه ويقول، لكن الجراح كان بيشوف بعينه من بره، وإذا يعني حاول يعمل فحص شرجي فقد يكون مؤلم أو محرج أو حاجة، فبقى بيتعمل بالجهاز العظيم ده اسمه بروكتستيشن، وهو في حاجة اسمها هاي ريزوليوشن أنوسكوب أو كاميرا عالية الدقة اللي بتقدر تصور وتكبر الأنسجة إلى 16 مرة، ونقدر نشوف بالظبط درجات البواسير. ومش بس كده، هو اصلا معمول للسكريننج، هو معمول عشان نشوف المريض اللي بيشتكي ده عنده سرطان ولا لا، لكن نقدر طبعا نشوف بيه كل انواع البواسير في الكاميرا، وفي حاجه اسمها الاندو ان الالترا ساوند او السونار اللي بيورينا لو في حاجه ما وراء الغشاء المخاطي عند العضلات او حاجه، وفي المانومتري اللي هيورينا العضلات اخبارها ايه كويسه ولا لا. فبقت محطه متكامله بنفحص بيها المرضى، وكان زمان حاجه نادره قوي، وكنا بنقول
ما كانش عند حد، دلوقتي عند الناس كلها والناس كلها بتستخدمه، ويعني بقى ثورة عظيمة جدا انه بدأ الفحص يبقى أدق، فبقينا نعرف بالظبط المريض ده عنده ايه. فالتشخيص يعتمد هو بواسير ولا لا، واذا كان بواسير درجاته ايه، والعلاجه ازاي بقى. طيب العلاج بقى والخطة العلاجية هنبنيها ازاي؟ احنا الخطة العلاجية عندكم في عالم البواسير ليها قيمة. صحيح. هو اصل الحكاية تطورت جدا زمان، وكان في صورة حلوة قوي بس اقولي مش هينفع نزاعها، اللي هي كانت صورة في المتحف البريطاني، محطوطة في مكتبة المتحف البريطاني لجراح بيحاول يعمل عملية للبواسير للمريض، فحاطط حاجة زي منظار يقدر يشوف بيه، حاجة حديد كده، والناحية التانية مسخن سكينة وبيقطع البواسير. دي صورة محطوطة في المتحف البريطاني. تقريبا يعني من زمان او في التاريخ حاجه يعني مثلا 1800 ولا 1900 مثلا، حاجات صوره يبقى 1900 مثلا، حاجات زمان قوي قوي يعني قبل ما يخترعوا حتى سنة اي حاجه، يمكن اكتر بكتير كمان يعني. فبيحاول الراجل يقطع بيها البتاع، فتخيل ان هو ده اللي كنا بنعمله لحد وقت قريب. اذا كان في وريد متمدد فكنا بنشيل الوريد حتى مع الجراحه العاديه اللي بنعملها دلوقتي، ونشيل الانسجه من حواليه، فكانت حكايه مؤلمه. حكايه شبه ان لو انا عندي وريد في ايديا بايظ متليف او اي حاجه، هل الصح ان انا اروح جاي شايل الوريد بالجلد اللي حواليه واسيب جرح كبير ومش عارف ايه؟ لا. فكانت السيرجيكال هيمورويدكتومي او استئصال البواسير جراحيا كان ده المتبع لحد يمكن من 12 13 سنه، بدا يبقى في حاجات تانية زي علاج البواسير باستخدام الليزر مثلا. الليزر الحقيقي بقى اجهزه ليزر ماشينز نوعها دايود ليزر، الويف لينس بتاعها 980 او 980 وبتطور بقى 1470، وتطور دلوقتي يمكن من سنه بس بقى حاجه اسمها 1940. كل اللي بقوله ده هي ارقام بتقول ان الاشعه والحراره اللي بتطلع من الليزر تاذي الانسجه قد ايه. فدلوقتي ما بقتش بتاذي حاجه لدرجه انك لو حطيته على ايد كده ما بتحسش حتى بالحراره بتاعته يعني. فما بقاش العلاج جراحي، ما بقيناش بنستأصل البواسير، لكن لقينا نربط الاوعيه الدمويه المغذيه للبواسير باستخدام الدوبلر، اجهزه كبيره قوي كده اسمها تي اتش دي، او اختصارا لحاجه اسمها ترانس هيمورويدال دي ارتريزيشن، اللي احنا هنسمع فين البرانشات بتاعت انفيريور ريكتال ارتري، ونحط كليبس على كل واحد، فنبقى وقفنا الدم اللي بيروح ناحيه البواسير، او ان احنا نعمل البواسير باستخدام الليزر زي ما على الشاشه دلوقتي. المريض بيبقى في وضع العمليه، بنحط منظار، والحاجات دي كلها بالمناسبه حاجات صغيره جدا، ما يعني ما بتبقاش ابدا مزعجه يعني ولا تسبب اي ضرر، وبندخل بالقسطره بتاعه الليزر جوه البواسير نفسها لحد ما نوصل لحد الفيدنج فيسل او الوعاء اللي بيغذي البواسير، تطلع من القسطره دي اشعه او حراره توقف الوعاء الدموي المغذي للبواسير، ثم تعمل شرينكج او ان البواسير تقفل على بعضها وتنتهي الحكايه بدون ما نقطعها، وبالتالي مفيش وجع بالشكل العنيف اللي كان موجود قبل كده، مفيش جروح كبيره بعد العمليات. اهم حاجه ان احنا عملنا بريزيرف للاناتومي، يعني ما شلناش ما غيرناش في شكل الاناتومي او في شكل التشريح بتاع الشرج يعني. السؤال بقى الاجراء ده او العمليه بتتم بتخدير كلي ولا تخدير موضعي؟ السؤال الثاني الفتره الزمنيه بتاعه العمليه، العيان هيبات في المستشفى يعني هنعمل له كير في المستشفى ولا ممكن يروح بنفس اليوم؟ طيب الاولا العمليه دي هتتم ببنج موضعي لوكال انفلتريشن حوالين الشرج، اذا كان المريض عنده وحده بواسير واحده او حاجه لوكال انفلتريشن بنج موضعي تماما بدون اي وسائل مساعده. اذا كان البواسير عنده بواسير كبيره شويه عشان يبقى مرتاح بنعمل حاجه اسمها سادل بلوك، وهو برضو نوع من انواع البنج الموضعي اللي بيخدر الوسط بس، او بنج نصفي او بنج كلي حسب ما يرتقي دكتور التخدير والمريض على حسب الحاله الصحيه للمريض، لكن من اول البنج الموضعي ينفع نعمل العمليات دي. المريض بقى بيقعد في اوضه العمليات 10 دقائق وما بقاش فيه حاجه حتى بناخد وقت طويل لا نزيف ولا حاجه بنقعد يعني ما بقاش فيه حاجه بتتشال. المريض هيقعد في اوضته بعد العمليات ساعتين ويروح في نفس اليوم بعد ساعتين من اجراء العمليه، وبقوا يسموها دي كيس سيرجري، يعني بقت جراحات اليوم الواحد، مش عايز اقول جراحات الربع يوم كمان يعني، وحتى اذا كان عندنا لسته في العمليات طويله شويه فبنلاقي ان المريض اللي عملناه في الاول خلاص لابس هدومه وماشي على رجليه ومروح. المنظر ده ما كناش بنشوفه زمان يعني، عشان نشوف مريض عامل عمليه بواسير جراحيه ما كانش يلبس هدومه كده ويطلع بيه كده ويخرج من المستشفى، لا ده كان هيمشي يصوت بعد العمليه يعني. كمان ما بقاش فيه ولا فتيل ولا الحاجات اللي كنا بنحطها زمان دي او الحشو اللي كنا بنحطه، فبقت حاجه يعني الحقيقه في منتهى البساطه، عمليه سهله
ولا تستدعي الخوف اللي كانت عند كل مريض منها. يعني في مسلسل لازم تتفرج عليه، هو في مشهد على البواسير ايوه بتاع المبدع هشام ماجد والمبدع أسوس هما الاثنين كانوا مع بعض. لا ما كانش أسوس اعتقد، كان هفتكر مين اللي معاه. المهم المشهد جمله طول المسلسل، هو كان مع يعني دنيا سمير غانم المبدعه العبقريه، مسلسل اسمه ثلاث حكايات او بدل حكايه ثلاثه، فبيقول له انت طول المسلسل يقول له ايه انت زعلان مني عشان ما جيتلكش ازورك في البواسير اللي كده لانه كان زمان المريض بتاع البواسير ده بيقعد في البيت وانت تروح تزوره بيتزار يعني بيتزار يعني احنا نروح نقعد معاه، ولو معانا مثلا في المدرسه يتقال فلان هيغيب يا جماعه شويه شويه فنروح نلم كل واحد كان يدفع ربع جنيه ونجيب له شويه فاكهه ونروح له نقعد معاه، بيبقى زهقان لانه بقاله كتير ما خرجش ولسه هيقعد كتير. الكلام ده كله ما عادش موجود، ده كان في الجراحه بتاعت زمان بالظبط ما بقاش موجود. هو المريض بقى يعني التكنولوجيا دي كلها قايمه على المصطلح يقولوا بيتر كواليتي اوف لايف بوست بروسيجر، يعني حياته ما بعد الاجراء تبقى احسن من قبل كده. هو ده التكنولوجيا كلها قايمه على الحكايه دي. فهو حقيقي المريض بقى يعني يلبس هدومه ويروح. واكمل بقى القصه اللي بنسمعها ان مريض كان عنده شغل بالليل فراح، وده طب انا رحت شغلي تاني يوم ده انا كنت كويس في اغلب الحالات طبعا. يعني كان هو مرض البواسير على فكره في الثقافه المصريه كان مرض من الامراض اللي هو الناس ما تحبش تقول ان عندها هذا المرض، ودايما كل ما يتعلق بالانال كانال دايما حتى، وده سبب على فكره في تاخر العلاج. صح. وده السؤال الجاي. كتير من الناس بتدور على حاجات هلاميه اللي هو مرهم بيعالج البواسير، كريم بيعالج البواسير، ايه المضاعفات بتاعه؟ وهل في فعلا كريم او مرهم بيعالج البواسير؟ طيب هرد من الاخر، لا طبعا 100% ابدا. حتى الكريمات اللي بنكتبها في عياداتنا وانا بكتب في روشتتي هي كل هدفها ترطيب الشرج وتلطيف الالتهاب والتهيج اللي حوالين الشرج، لكن مفيش حاجه ابدا هتتكتب او اي كريم هيرجع الوريد المتمدد ده الى مكانه او هيرجع عناتهم الى مكانه، فمفيش. لكن حتى الكريمات كلها بكل انواعها وظيفتها انها تقلل الالتهاب وتزود الترطيب حوالين الجلد او حاجه. طبعا من الحاجات اللي ممكن تحصل مع تاخير العلاج مضاعفات كبيره زي ما قلنا من شويه، الخراج اللي حوالين الشرج اللي ممكن يودينا في سكه تانية زي النسور وما الى ذلك، التجلط اللي ممكن يحصل حوالين البواسير وساعتها لازم نعمل عمليه جراحيه لفتح التجلط يعني، وتبقى عمليه صعبه شويه، التقرح اللي حوالين الشرج، كل دي حاجات ممكن تحصل. اختارهم في وجهه نظري انه اذا البواسير فضلت سنين فبتغير طبيعه النسيج. الكرونيك اريتيشن ده او الالتهاب المزمن للنسيج قد يغير طبيعه النسيج الى نسيج تاني مش كويس، زيه بالظبط زي المريء واللور اوسوفيجاس لما بتغير طبيعه النسيج شويه مع الحمض بتاع المعده او حاجه فممكن يتحول الى نسيج مش كويس. فالبواسير ممكن تبقى من الحاجات اللي ممكن تغير طبيعه النسيج الى نسيج يعني مش حميد قوي يعني. يعني نقدر نقول انها بري كانسرس؟ مش بنفس الكانسر بس من الفاكتور الملامه في الناس 100%. اي حاجه هتعمل كرونيك اريتيشن ممكن تغير النسيج الى طبعا حاجات كتيره زي بقى السكوماس الكارسينوما والحاجات اللي زي كده. طبعا كرونيك اريتيشن يعني في مكان في التهاب واستثاره والنسيج مش مرتاح. طبعا البواسير كده، البواسير واحده من السب سبيشاليتي دلوقتي في الجراحه وليها طقم عمل خاص، ليها فريق عمل مختلف بيبقوا فاهمين هم يعملوا، خصوصا الليزر. بالظبط. يعني عشان اخط التجربه دي الحقيقه من 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 اكتر الحاجات اللي احنا فرحانين بيها عندنا وشوف مش بس عندنا، شفتها في حتت كتيره جدا يعني حوالين العالم، يعني انه بقى في ناس متخصصه في اللور جي اي تي، مش بس في اللور جي اي تي، في البروكتولوجي مش بس كمان في البروكتولوجي، في الانال كانال. يعني كل شويه ناس متخصصه في حته صغيره قد كده. يعني اعتقد ان فريق العمل حاجه مهمه جدا، كل واحد بيبقى عارف دوره بالظبط. الدكتور الباطني اللي بيصلح حكايه الامساك والحاجات دي حاجه مهمه جدا، الدكتور بتاع التغذيه اللي بيظبط الاكل والشرب للمريض ده حاجه مهمه جدا، الناس اللي بتشتغل حتى على التكنيشنز اللي على الماشينز دي حاجه معقده فلازم يبقى التكنيشنز اللي شغالين عليها فاهمين قوي هم بيعملوا ايه. الناس اللي بترحب بالمرضى واللي بتبتسم في وش المريض واللي بتتابع المريض بعد العمليه وقبل واللي تنسق له حجوزاته قبل العمليه. يعني الحقيقه كل حاجه الحمد لله بتبقى ماشيه كويس،
مش بس عندنا لكن في حتت كتيره حوالين العالم، كل ما يبقى فيه فريق عمل متخصص في حته هتلاقي منه حاجات حلوه قوي يعني تبهر العالم كله. يعني الفرق بين المريض مثلا في منطقه ومنطقه تانية، مثلا في مصر بره مصر، في طريقه الاكل وطريقه التعامل مع الحاله دي يفرق؟ بحكم شغلي في منطقه الخليج، يعني انا بشوف المرضى في دبي وفي ابو ظبي، وبشوف المرضى في الناحيه الثانيه في العراق في اربيل في كردستان، وبشوف المرضى في مصر، وبشوف بعض المرضى في الورك شوبس في ملقا وفي اسبانيا وفي المانيا. كل مريض مختلف عن التاني، كل مريض بطبيعه اكله واللايف ستايل بتاعه مختلف شويه وطريقه ثقافته. هتلاقي ناس في المانيا وفي اوروبا بيجوا بدري، يعني اذا مريض حس بحاجه هيجي على طول للدكتور فبتبقى عمليات سهله. في الخليج شويه نفس الحكايه، في مصر كمان نفس الحكايه لاغلب الناس، لكن برضو في هناك المريض دايما اللي بيتاخر، اللي بيجي متاخر طول الوقت. يعني مين اكتر واحد فيهم بيجي متاخر؟ في مصر برضو يعني هو مصر فيها الاكستريم، يعني فيها اللي بيجي بدري قوي ومركز صحيح وبتاع، وفي اللي بيهمل. صحيح. يعني اللي بيهمل ده ايه الحاجه اللي لازم توصل للناس بقى، يعني اخر سطر في الصفحه؟ الاهتمام بالصحه حاجه مهمه جدا، وكل ما بنسيب الاعراض تزيد وكل ما بنسيب الحكايه تكبر بيبقى الموضوع اصعب على المريض وعلى الجراح. الموضوع بسيط وعلاجه سهل حقيقي، سهل في منتهى البساطه طول ما هو بدري. كل ما بنسيبه كل ما شويه بيتعقد، يعني كل ما المساله تقلب الى شكل اكثر كومبليكيشن. صحيح. اكثر كومبليكيشن، الحلول بقى هتبقى المشاكل كتيره، وبالتالي عندي كذا حاجه لازم اعملها في نفس صحيح الوقت. صحيح. انا سعيد ان انت النهارده جيت نورتني، وسعيد ان انت قبلت الدعوه. متشكر وشرف كبير ليا وسعيد ان انا يعني بستمع لحوارك العلمي الراقي جدا وشرحك التفصيلي الدقيق لواحده من اشهر المشكلات في العالم كله. البواسير موجوده في العالم بنفس النسب، مفيش واحده حته عن حته، بس الفرق هو التحرك المبكر، وده اللي احنا بنسعى ليه عند الناس. ضيفي العزيز واحد من سوبر ستار هذا المجال، الاستاذ الدكتور محمد مجدي النجار، عضو الكليه الملكيه للجراحين الانجليزيه، والمؤسس والمدير لمؤسسه عيادات هيموكيور، والمحاضر الدولي المدرب المعتمد لجراحات الشرج والمستقيم. نورت الناس الحلوه واسعدتنا بس. شكرا جزيلا. شكرا الراقي للغايه. سي قوي كتر خيرك. خلي بالكم انه ما فيش حاجه في علاج البواسير اسمها افتكاسه كده من دماغك، ما فيش حاجه اسمها عالج البواسير بوصفه شعبيه، ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها كريم سحري لعلاج البواسير، كل ده اسمه نصب، وللاسف في كتير جدا بيطمعوا في هذا النصب. وزي ما انا بقول دايما، طول ما الطماع موجود النصب بخير. خلي بالكم من نفسيكم، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، دكتورة أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر، عضو الجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة. اهلا بكم. لا شك ان تاخر الانجاب قضيه علميه مهمه جدا. مرض مشهور خد وجود وخد نجوميه كبيره جدا اذا جاز لنا التعبير،
في الفترة اللي فاتت وارتبط ارتباطا وثيقا بتأخر الإنجاب هو بطنط رحم المهاجرة. بطنط رحم المهاجرة عليه مئات من علامات الاستفهام، وهو واحد من الأمراض التي اختلف التعبير وريكومنديشن العلمية الخاصة، توصيات العلمية الخاصة به في تعلقها بتأخر الإنجاب هو هذا المرض. النهاردة الحوار له معنى وبعد آخر مهم جدا، لأن حوار مع واحد من أكثر الأماكن اللي بنفتخر بيها في المجتمع الطبي في مصر. المركز المصري لعلاج تأخر الإنجاب هو واحد من قمم الطبية الموجودة في مصر، وأداء طبعا أسماء عظيمة، أستاذ دكتور محمد أبو الغار، أستاذ دكتور جمال أبو السرور، قمم علمية كبيرة جدا. والحقيقة النهاردة أنا متشوق لمعرفة تاريخ المركز المصري في التعامل مع بطنط رحم المهاجرة، لأنه أكيد هذا المرض التاريخي يتناسب مع قيمة وتاريخ هذه القلعة العلمية، كما أعتقد أنها ينبغي أن تسمى بدقة، والقلعة البحثية الهامة جدا جدا في عالم تأخر الإنجاب. النهاردة قمة علمية على مستوى المصري والإقليمي والعالمي موجودة معانا النهاردة، وشرف لينا كبير جدا أن يكون قمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع على المستوى العالمي الأستاذ دكتورة منى بلغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، واستشاري تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب، علاج تأخر الإنجاب، صاحبة الدكتوراه أمراض النساء والتوليد من كلية الطب قصر العيني، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر والجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد والجمعية المصرية للخصوبة، الاسم العالمي الكبير. أهلا بك دكتورة. أهلا بحضرتك، شرف كبير لينا هذه الزيارة. شكرا. إحنا عندنا مرض تاريخي ومكان تاريخي. أنا في جزء في السكريبت يمكن مش موجود، أنا عايزك تبقى تحكي لنا في وسط الكلام تاريخ تعامل المركز المصري مع بطنط رحم المهاجرة عبر سنوات منذ الثمانينات حتى الآن. لكن قولي لنا الأول، نبدأ ستيب باي ستيب، ما هو بطنط رحم المهاجرة؟ هو مرض الحقيقة صعب، بتعاني منه حوالي 10% من السيدات في سن الخصوبة في العالم. فطبعا هو سيدات كتير بيعانوا منه، بيكون سببه أن البطانة اللي موجودة داخل الرحم واللي بتنزل كل شهر مع الدورة موجودة في أماكن أخرى في الحوض، زي أشهرها المبيض أو الغشاء البريتوني بتاع الحوض. وده طبعا النسيج ده بيستجيب كل شهر لهرمونات الدورة، فبيحصل فيه زي دم دورة بسيط لكن في مكان مش مظبوط، بينتج عنه طبعا التهاب، بينتج عنه التصاقات، بينتج عنه الام، ودي اكتر حاجه بتعاني منها. في المبيض بيعمل اكياس اللي هي مشهوره قوي اسمها اكياس الشوكولاته او اكياس الاندومتريوما، ودي طبعا اشهر حاجه، اكتر حاجه بتسبب الام للسيدات، وبيبقى عندهم الام مزمنه. لو بيشتكوا من الام مزمنه، ونتيجه للالتهاب اللي موجود من النسيج ده ممكن تؤدي طبعا لالتهابات في الانابيب والمنطقه المحيطه بالانابيب، فتؤدي الى تأخر الإنجاب. دي الحاجات الأساسية اللي السيدات بتشتكي منها. الأسباب مش معروف حقيقي، زي ما حضرتك قلت، من يوم ما يعني ابتدوا دكاترة النساء العالميين يشوفوا إيه يعني إزاي، في كلها theories، كلها كده يعني حاجات نظريات مش معروف بالظبط. هل دم الدورة بيرجع في الأنبوبة وينزل في الحوض فيكون هو ده السبب؟ هل النسيج اللي هو غير البطانة بيحصل له تغير كده فيتحول إلى بطانة؟ مش معروف، لكن هو بالتأكيد مرض صعب وسيدات كتير بتعاني منه، وعمر السيدة اللي بيجيلها فيها دورة طويل، يعني من وهي مثلا 12 سنة لحد 50 سنة. الست المصرية الدورة بتنقطع على 52، فلو هي عندها بطانة مهاجرة لو ابتدت تشتكي من وهي في العشرينات، ده معناه ان 20-30 سنة من عمرها هي بتعاني من الألام دي، ودي حاجة طبعا صعبة للحياة اليومية وللحياة عامة. يعني قصص الأعراض، كل ست ليها قصة مع الدورة. طبعا اكتر حاجة، اكتر عرض بنسمعه هو الألام الشديدة مع الدورة مع الطمث، يعني دي اكتر حاجة بيشتكوا منها، والألام بتبدأ مع بداية الدورة وتقعد كذا يوم بعد انتهاء الدورة. وألام بقى محتاجة مسكنات قوية بتخليها مش عارفة تروح شغلها، مش عارفة تروح الجامعة، بتاخد أجازة، دي أكتر حاجة طبعا بتعاني منها. ممكن طبعا الأكياس يحصل منها بعض المشاكل، زي ألام مفاجأة، زي أن يحصل تويست أو لف للكيس، يحصل التهاب في الكيس. وطبعا الحاجة
التانية بقى اللي بيشتكوا منها جامد جدا هو تأخر الإنجاب، وده بيكون بسبب إن في مشكلة في الأنابيب وفي توصيل البويضة للحيوان المنوي داخل الأنبوب، فبيؤدي إلى تأخر الإنجاب. وحضرتك كنت بتسألني المركز المصري، هو طبعا غالبا ده كان من أول الأسباب اللي اتعمل عشانها أطفال أنابيب في العالم، لأنه كان أول سبب هو مشاكل قناة فالوب وانسدادات في قناة فالوب، فمن أشهر الأسباب اللي تؤدي إلى ده هو البطانة المهاجرة. فده كان من أول الإنديكيشنز اللي علشانها اتعمل أطفال الأنابيب، من أول الدواعي يعني. يعني المراكز التأخر الإنجاب أو علم تأخر الإنجاب اتبنى على أسباب زي كده بالظبط كده، لأنها بتأثر على الأنابيب وعلى فعالية الأنابيب إنها يعني يحصل الإخصاب الطبيعي فيها يعني. طب وسائل التشخيص تنوعت عبر برضو السنين اللي فاتت. طبعا دور الموجات الصوتية طبعا زاد جدا، لأن قدرتنا على التشخيص بالموجات الصوتية وخبرتنا في الموجات الصوتية طبعا تحسنت جدا. ففي حاجة كتير نقدر نشخصها بالسونار، سواء الأكياس البطانة المهاجرة في المبيض، أو لو في يعني حتة بطانة مهاجرة داخل الحوض نقدر بالسونار. لكن طبعا بالتأكيد اللي بيشخص بشكل 100% هو منظار البطن، وده بنلجأ له في بعض الأحيان، لأن في بعض من السيدات دول بالموجات الصوتية ما بيبانش حاجة، بس بتشتكي من آلام مزمنة في الحوض، فبنعمل منظار فبيبان بقى بطش كده، بيبقى ليها شكل معين وشكل مخصوص ومعروف يعني، بنلاقي الالتصاقات، بنلاقي الالتهابات اللي موجودة حوالين البطش اللي هي بتاعة البطانة المهاجرة، فده طبعا بيؤكد لنا التشخيص يعني. هل يجوز لي أن نسأل عن كلمة مضاعفات؟ هل بطانة المهاجرة يتقال أن لها مضاعفات؟ بالتأكيد طبعا يعني الآلام اللي جاية الناتج عنها، الالتهاب اللي ممكن يحصل فيها ويعمل يعني، في بعض السيدات أي إجراء بسيط زي عملية بسيطة جنب مبيض فيه كيس بطانة مهاجرة ممكن يقلب يبقى خراج، فده طبعا بيعمل مشكلة جامدة جدا في الحوض وآلام شديدة تستدعي مضادات حيوية لفترة طويلة وممكن عملية لفتح الخراج وتفضيته وكده. طبعا تأخر الإنجاب ده من المضاعفات اللي ناتج عن البطانة المهاجرة، فهو يعني هو صحيح مرض مزمن، ولكن في بعض الأحيان ممكن يؤدي إلى حاجات أكيوت، حاجات كده حادة فجأة مفاجأة تحتاج تدخل، تحتاج مضادات حيوية، حجز في المستشفى، مسكنات بشكل قوي، فبالتأكيد هو مرض له مضاعفات يعني. تحتاج لأن الست تنتقل الساعة 3 الفجر بالإسعاف، وارد تروح وارد طبعاً الاستقبال طبعاً بسرعة طبعاً ألم طبعاً شديد أكيوت أبدومين يعني حالة ألم شديد في البطن بتحصل. اختلفت طريقة التهاب وطريقة الضرب المهاجرة في خلال السنوات اللي أنا لاحظته، حتى لما تابعت القشري في 2018 على ما أعتقد لقيت إن التوصيات بتاعت القشري اختلفت، وعملوا استرس قوي على تعامل الكثير الأجريسيف مع البطانة الضرب المهاجرة. كلام حضرتك مظبوط جدا، وده اعتقد له علاقه بوعينا كلنا كتيم طبي وكمرضى باهميه الحفاظ على نسيج المبيض والحفاظ على خصوبه السيده وعلى مخزون المبيض، لانه وجد ان طبعا مع العمليات بتاعه ازاله الاكياس بالذات من المبيض، ان انا مهما كان الجراح شاطر والعمليه دقيقه ومعموله بشكل تكنيك دقيق جدا، غصبا عننا بنشيل نسيج مبيض طبيعي مع الكيس اللي بيتشال، وده شيء طبعا ضار جدا بالمبيض لو دي سيده لسه عايزة تنجب ولسه عندها مشكلة تأخر إنجاب. فطبعا زي ما حضرتك قلت فعلا بقى في اتجاه أكتر إنه ما يبقاش التعامل مع البطانة المهاجرة تعامل أجراسيف، تعامل تحفظي أكتر. وأهم حاجة في التعامل مع البطانة المهاجرة إن أنا أحدد العيانة بتشتكي من إيه، المريضة الشكوى الرئيسية بتاعتها إيه، هل هو الألم، هل هو تأخر الإنجاب، هل هو إنها مش عارفة تمارس حياتها بشكل طبيعي، إيه الشكوى الرئيسية بتاعتها. لو دي سيدة تأخر الإنجاب مش هو العامل الأساسي، أو يمكن عندها أطفال وموضوع تأخر الإنجاب مش هو ده الموضوع، فهي مشكلتها الرئيسية الألم، في الحالة دي ممكن لو الكيس مش كبير ما فيش فيه مشكلة جامدة ممكن أتعامل بالأدوية. فكرة الأدوية إنها تعمل زي ضمور في النسيج البطانة اللي هي خارج تجويف الرحم دي، بتبقى غالبا هرمونات بتتاخد لفترات بطرق مختلفة تسيطر على النسيج اللي مش في المكان الصح ده، بحيث يحصل فيه زي ضمور فما يحصلش فيه الدم اللي بيحصل كل شهر، فالأكياس تصغر والبطش اللي موجودة في الحوض دي تضمر أو تصغر.
الأدوية دي بسيطة وسهلة، لكن برضو ممكن بيبقى ليها أعراض جانبية، بتتعب السيدة أنها بتاخد هرمونات لفترات طويلة، ممكن بتخلي الدورة ما تجيش، ممكن تخلي مزاجها شوية مقلول، ترفع ضغطها شوية، تزود وزنها شوية. فبرضو لازم دايما إحنا كأطباء نستشير المريضة ونشرح لها إيه الأعراض الجانبية وهي تفضل إيه. طبعا لو احنا عايزين حل جذري ان احنا نشيل، يعني نشيل الكيس، او حتى لو هي دي سيده خلاص يعني مش عايزه تنجب، ممكن ان احنا يعني نخلي الدوره تنقطع بان احنا نشيل المبايض، مع العلم طبعا بالاعراض اللي ممكن تحصل لو كانت هي صغيره في السن. لكن لو دي سيده بتسعى للانجاب فهنا الوضع مختلف تماما، بنحاول على قد ما نقدر احنا ناجل اي عمليات، لو يعني لو احنا محتاجين نعمل عمليات في سبيل ان هي تنجب الاول. على فكره الحمل في حد ذاته علاج للبطانه المهاجره، لان انا في 9 اشهر ما فيش دوره، فالتسعة اشهر اللي ما فيهمش دوره الست الالام راحت تماما وارتاحت تماما من التعب بتاع البطانه المهاجره، واكشلي بيحصل ضمور في الاكياس، ونيجي على اخر الحمل او بعد الولاده نلاقي الكيس بقى صغير جدا، وتلاقي السيده تقعد شهور بعد الولاده مرتاحه وما فيش اي الم من الاكياس. مجرد ما تبتدي الدوره تيجي بعد الولاده والرضاعه يبدا الالم ترجع تاني. فبيبقى هدفنا الاول ان اساعدها انها تحمل، وبعد كده نتعامل مع كيس. هنا بقى بيجي دور طبعا حاجه زي اطفال انابيب، لو كانت البطانه المهاجره اثرت بشكل سيء قوي على الحوض، يعني خلت صحه الانابيب مش كويسه، عملت التصاقات شديده بحيث الانابيب فعلا مش قادره تشتغل تعمل الوظيفه بتاعتها المظبوطه، في الحاله دي طبعا اطفال انابيب بيبقى العلاج الامثل للسيدات دول. هنا بقى ياتي الاخصاب المساعد واطفال الانابيب اللي قدر يتخطى ودي كلمه حقيقيه التغيرات التشريحيه اللي احدثتها بالظبط السيده بطانه رحم المهاجره، احداث التليفات هي. انا بقى الانبوبه في الوظيفه الطبيعيه بتاعتها انها تبقى الاهداب بتاعتها من جوه تسمح بان البويضه تتحرك بسهوله وتقابل الحيوان المنوي ويحصل التخصيب في الانبوبه، وبعدين الجنين المتخصب ده ينزل يتحرك ويوصل للرحم. ده مش للسيده اللي عندها التصاقات، مش بيحصل. فانا بعمل الخطوه دي في المعمل، هو ده اطفال الانابيب، ان انا بعمل تخصيب للبويضه في المعمل وبرجع جوه الرحم اجنه متخصبه، فانا في الحقيقه مش محتاجه الانبوبه في حاجه. ونسب النجاح، ودي حاجة أنا عايزة أطمن الأزواج والسيدات، إنه نسب النجاح لوجود البطانة المهاجرة لا تؤثر. يعني السيدة اللي عندها بطانة مهاجرة زي اللي بتعاني من سبب آخر لتأخر الإنجاب، العامل الأساسي فيها برضو هو سن السيدة والمخزون بتاع المبيض بتاعها، فهي يعني غالبا بيكون ده افضل وسيله علاج ليها لو احنا عندنا يعني حاله الانابيب متاثره جامد بالبطانه المهاجره. هروح بقى للعوامل للانجاح، عوامل انجاح مش بس اطفال الانابيب، الحقن المجهري، الاخصاب المساعد. طبعا في كذا عامل، المريضه نفسها طبعا، كل لما السيده تكون سنها صغير ومخزونها كويس كل ما فرص حملها بتكون افضل. في الحقيقه هي هو ده العامل الاساسي، ان هي تكون سنها يعني في الثلاثينات او اواخر العشرينات ويكون مخزون المبيض كويس، ده بيخلي طبعا فرص النجاح ممتازه جدا. الحاجه الثانيه اختيار البروتوكول الامثل للتنشيط التبويض، لان تنشيط التبويض دي مرحله مهمه قوي في برنامج الاطفال الانابيب او الاخصاب المساعد. ازاي ان انا انشط المبيض، ازاي ان انا اطلع اكبر عدد من البويضات، ازاي البويضات تبقى ناضجه بالادويه السليمه والاختيار التوقيت السليم، دي نقطه مهمه جدا. العامل الثالث المهم جدا هو المعمل، طبعا بدون شك ده الحته الجوهريه بتاعت اي مركز اطفال انابيب، ان المعمل يكون يعني بيتبع كل الاساليب الدقيقه الاب تو ديت، الاجواء المعمل، الهواء اللي في المعمل، المواد اللي بنستعملها، الميكروسكوبات اللي بنستعملها، الحضانات اللي بنحافظ فيها على الأجنة، خبرة طبعا كل العاملين من أول الدكتور اللي بيقابل المريضة لحد الزميل الأخصائي المعمل، دول دي طبعا حاجة يعني مهمة جدا. يعني وجودك معنا شرف كبير كالعادة، وأتمنى دائما أن أنا يعني كل يوم أشوفك والتقي مع قيمة علمية كبيرة وتناقش بهذه الطريقة الرائعة في السرد والتفصيل مع حضرتك. نورتي الناس الحلوة، وأنا اللي بشكرك على أنك عطيتينا من وقتك، وأشكر المركز المصري أنه هو أتح لنا فرصة إلقاء
يعني الضوء على واحدة من أهم الصروح الطبية العلمية اللي بنفتخر بها في مصر. أشكرك. شكرا جزيلا. ضيفتي العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتورة منى بلغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة استشاري تأخر إنجاب أطفال الأنابيب وصاحبة دكتوراه أمراض النساء والتوليد واستشاري الموجات الصوتية وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر والجمعية الدولية للموجات الصوتية والجمعية المصرية للخصوبة، واحدة من عمالقة هذا المجال والأسماء القديرة في هذا المجال في الوطن العربي والاسم العالمي القدير في الناس الحلوة. خليكم دايما مع الناس الحلوة. مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايما فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموما ما حدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن إحنا نقول ينفع له عملية فعلا اتطور جدا جدا، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية. لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية الطب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوه. موضوع البنكرياس النهارده هناخده ونتكلم فيه اورام البنكرياس تحديدا. صحيح الكلام كان على الالتهاب، وهنشوف هل هناك علاقه بين التهاب البنكرياس الحاد والمزمن واورام البنكرياس ولا لا. لكن اشهر الناس اللي اصيبوا باورام البنكرياس، في ناس كتير كتير جدا وقعها على يعني على الناس وقع مزعج مخيف. عشان كده لازم نفهم حقيقة هذا الوقع العلمي، نفهم كيفية التشخيص، كيفية التداخل المبكر، ده مهم جدا. الثقافة في المنطقة دي مهمة قوي. النهاردة حوار خاص جدا مع قيمة علمية كبيرة بنفتخر بوجوده معانا في الناس الحلوة. مش احنا بس، القاهرة والناس كلها تفتخر بوجوده معانا، قمة من قمم الطب في مصر واسم عالمي من طراز رفيع جدا جدا الحقيقة، متفرد في تخصصه، وبنسعد جدا بالحوار العلمي. أنا بسعد بالحوار العلمي معاه لأنه بيضيف مش للعالم الجراحي بس، لا العالم البطنة، لأنه البطني لازم يذاكر جدا حلقاته عشان يقدر يشخص، لأنه ممكن يكون البوابة الأولى للوصول إلى بر الأمان. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة وأستاذ الأساتذة في هذا المجال الجراح العالمي الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وزميل جامعة أيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. ضيف العزيز أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني منور الناس الحلو. الله يخلي حضرتك. هبدأ بورم الأورام البنكرياس عموما. أكيد في ورم حميد وورم خبيث، هنفهم الكلام. لكن السؤال، لماذا زادت أورام البنكرياس؟ هل زادت للثقافة الزائدة ولا زادت لأنها زادت بالفعل؟ طب نبتدي الأول، أنا بحب الأرقام، فنبتدي نقول شوية أرقام كده هنلاقيها غريبة شوية. أول حاجة، إحنا عندنا في العالم كله في كم حالة سنوية ورم في البنكرياس؟ في حدود 277 ألف حالة. طيب تعال نشوف بقى المردود الأرقام دي. طبعا للأسف في مصر ما عندناش أرقام دقيقة، فهناخد أرقام أمريكا، دي ممثلة لأي حتة. يعني عندهم حوالي 47 ألف حالة سنوية ورم في البنكرياس. الرقم المفزع الثاني، من 47 ألف حالة دي كم واحد بيموت؟ 40 ألف من 47. فإحنا متعامل مع حاجة فعلا في منتهى الخطورة على مستوى العالم كله. يعني هنشوف إحنا الكورونا كم واحد بيموت منها كل سنة، وكنا العالم كله مقلوب عليها. أمريكا بيموت حوالي 40 ألف واحد سنويا بسبب أورام البنكرياس، يعني حوالي أكثر من 80% تقريبا. الحاجة الثانية وبرضو الرقم الثاني ده مفزع شوية، ورم البنكرياس هو المسؤول نمرة 5 بوفيات على مستوى العالم من السرطانات.
لبني أدمين، ومتوقع في العشرين للثلاثين سنة الجايين هيبقى رقم اتنين. يعني زي ما حضرتك بتقول احنا كنا بنختلف هو نسبة حدوثه زادت ولا تشخيصه، هما الاتنين، بس مش تشخيص بس، ده نسبة حدوثه على مستوى العالم كله، والعالم يتوقع انه هيزيد لدرجة ان بعد ما كان رقم خمسة في خلال عشرين سنة هيبقى رقم اتنين في العالم على مستوى الوفيات من الأورام نفسها. فهو ورم خطير. لما نيجي نتكلم حتى في العلاج بتاعه احنا عندنا مشكلة فيه، عندنا مشكلة فيه، يعني يمكن دايما بقول لهم في حاجة غلط في الموضوع بتاعنا، لأن مش طبيعي إن أنا نعمل عملية لمريض وأشيل الورم بالكامل وياخد علاج وقائي كيميائي بعد العملية بقول له نسبة الرجوع ممكن تبقى 70%، وده على مستوى العالم كله مش عندنا. فهو حاجة فيها حاجة غلط. يمكن النهاردة نتكلم على شوية حاجات مفاتيح كده ابتدينا في آخر سنتين بس نفهم حاجات إن شاء الله هتفرق معنا في النتائج بعد كده. لا الحلقة بدأت بسخونة شديدة جدا. يعني حاجات كلها الكلام اللي احنا قلناه ده كله بصراحة يعني أفزعني أنا شخصيا. طيب تعال يعني يا فندم الأسباب، لازم أفهم العوامل اللي بتدور عليه، لأنه العوامل دي لازم نتجنبها. برضو للأسف هنقول إن احنا ما عندناش حاجة قاطعة نتجنبها، يعني هنقول في حاجة اسمها ريسك فاكتور، يعني عامل خطورة، ولكن ما هياش سببية، يعني مش اللي هيعمل كده هيجيله كده. ريسك فاكتور كتير، سجاير بتعمل، كحوليات تعمل، الدهون تعمل، السمنة بتعمل، الالتهاب المزمن للبنكرياس ممكن يقلب أورام، في حاجات جينية ابتدوا يبحثوا فيها الوقت إن في جينات معينة مسؤولة عن هذه القصة، في أنواع أكياس معينة في البنكرياس هي دي يمكن المهمة وابتدى نشخصها دلوقتي في العالم كله، الأكياس دي تقلب بنسب في بعضهم 70%. فعشان كده العين لما نلاقيه عنده كيس ده بعلامات معينة لازم يشيله، وهو قبل ما يقلب إني عارف من ده 70% هيقلب. في أكياس بتقلب 20%، فيها أكياس ما تقلبش خالص. كنا زمان نعمل أشعة يقولك ده كيس على البنكرياس، مفيش حاجة اسمها اللي يكتب لي في التقرير كيس على البنكرياس يبقى ما عملش حاجة، لأن انت لازم تقول لي أنهي نوع كيس. في كيس هتابعه ومعملوش حاجة خالص، وفي كيس مش هتابعه أصلا، وفي كيس هقول له لازم يعمل عملية من غير أي حاجة. يمكن الحتة دي هي دي أكتر حاجة احنا مهتمين بيها دلوقتي، لأن هي دي اللي انت لو لقطت المريض في المرحلة ديت أنا عندي نسبة شفاء 100%. وانس إن هو تحول لورم ابتدينا نخش في المشاكل اللي هي حتى لو عملنا عملية عندي نسبة ارتجاع، ونتكلم بقى نقللها ازاي. ايه الاعراض؟ الاعراض بتاعته للاسف مش واضحه قوي، لكن عندنا علامات كده يعني دلوقتي، ويعني يمكن الشيء اللي يبسطني فعلا ان في كذا مريض جالي من الحلقات بتاعتنا قبل كده اتكلمنا عن اعراض البنكرياس، ان هم لقطوا شويه حاجات كانت بتعدي على مش عايز اقول دكاتره كتير. زي ايه؟ مريض عنده سكر، فجاه السكر لخبط، هو كان ماشي على القراص قلب انسولين. واحد ما كانش عنده سكر جاله سكر، بس مش طبعا مش كل واحد كده، لا، مع وجع في بطنه مثلا شويه، وجع يسمع في الظهر. اول ما تلاقي وجع في البطن يسمع في الظهر مع سكر ابتدى يلخبط، بالذات بقى لو في نقص في الوزن، نمره واحد تفكر فيها ورم في البنكرياس. المشكله في ايه؟ مريض السكر هو بيخس وعنده سكر، فهتبقى نفس الاعراض. لكن الحاجة التانية الوجع، لما تلاقي دول ومعهم وجع بلاش قصة جرثومة المعدة، كل العيانين عندهم جرثومة المعدة، كل اللي شفتهم عندهم مرض في البنكرياس هو ابتدى بتشخيص جرثومة معدة وياخد علاجات جرثومة المعدة قد كده والتهاب معدة والتهاب ويعمل منظر ويعيد وياخد ويعيد. لا لازم نفكر، طالما اديته علاج مش بنقول كل عيان كده، بس قصدي اديت العلاج بتاعها مظبوط مفيش نتيجة، لازم نفكر في حاجة تانية، أشعة مقطعية على طول. يعني ده مهم جدا جدا جدا، لان دي هتفرق في حياه بني ادمين، لان كل مرحله من دول ليها طرق علاج وليها نتائج حتى بعد مهما عملت. كل ما لقطته بدري شويه كل ما ده كان احسن بكتير. احسن واحد طبعا اللي لقطه قبل ما يبقى عنده وجع مثلا، مجرد ما الوجع ابتدى يسمع في الظهر بقى انا عارف ان كده عدينا مرحله شويه، لان كده وصل الاعصاب الخلفيه شويه. فكل ما كان بدري كل ما كان احسن. أنواع الأورام هنا إيه؟ البنكرياس
بيجي له يعني يكاد يكون نوعين كبار من الأورام، أورام حميدة، ودي في الغالب بتبقى أورام بتفرز حاجات نتيجة الشغل بتاع البنكرياس نفسه، زي مثلا الإنسولينوما اللي هو الإنسولين اللي بيطلع ده، تطلع خلايا تفرز إنسولين فيبقى عنده سكر وبيوطى، أو أي هرمون من بتوع الهرمات وظائف البنكرياس قد يطلع من الخلايا دي ورم يعملها. ودي أورام الحميدة، ودي ميزتها أنها ما بتقلبش، يعني مثلا الإنسولينوما دي 95% حميد، 5% بس يبقى ورم مش حميد. يمكن بتبقى مشكلتها في تشخيصها، يعني بالذات العيان اللي بيجي له مثلا نقص السكر، انك طول عايز دكتور بطنه شاطر قوي، دايما المريض ده بيقعد يلف في الاعصاب. انا اسعد حاجه في حياتي انا من انا الحمد لله يعني من اكتر الناس اللي شخصت انسولينوما في مصر، انا شخصت انسولينوما كتير لدرجه ان انا بقيت معروف بيها. هي بيبقى المريض ده بيبقى كلامه واضح جدا بس ما اعرفش بيفوت على الناس ليه بالزبط. يعني وغالبا انا معظم الحالات اللي انا شخصتها موجوده في الصعيد. اه والله معظمهم جايين من الصعيد، يجوا عندهم سكر بينخفض لدرجه انه ما يقدرش ينام ساعه من غير ما يكون جنبه حد يصحيه عشان يشربوا ميه بسكر. ايوه ده الموضوع واضح اهو. فدي جزء اللي هي الاورام الحامده، وبعد كده اورام خبيثه بقى، والاورام الخبيثه دي بتصيب يا اما راس البنكرياس يا جسم البنكرياس او الديل بتاعه. دايما بقول لهم في ميزه وفي عيب في كل واحد فيهم. اللي بيصيب الجسم والديل في ميزه ان عمليته اسهل، انا بشيل ديل البنكرياس بس مع الطحال فقط، مفيش اي توصيلات، العمليه سهله جدا. عيبه ايه؟ عمره ما بشخصه بدري لانه ما بيديش اعراض. هو امتى بيدي اعراض؟ لما يقعد يكبر لغايه ما يوصل لحجم كبير جدا، فالعين يحس يا اما بكلكيعه يحس بوجع، ودي في ساعتها في الغالب بيكون دخل على الشرايين اللي في المنطقه دي تخلي العمليه مش ممكنه. عكس ورم راس البنكرياس هو اصعب في العمليه بتاعته، لانها وقف العمليه كبيره قوي بنشيل فيها كتير، لكن هو اول ما بيحصل العين بيجي له صفر فيعرف فيتشخص بدري. احسن واحد طبعا مين؟ اللي يتشخص صدفه في ديل البنكرياس او جسم البنكرياس، راح يعمل اشعه مقطعيه بالصدفه، ودي كذا شفت عين عنده مثلا وجع في بطنه ونتيجه حاجه تانية خالص، فبيعمل اشعه لقوا ورم صغير، ده جميل جدا، ده بيخف وعمليته سهله ما فيهاش اي مشكله. راس البنكرياس عمليه تبدو انها صعبه شويه، لكن الحمد لله دلوقتي بقت يعني نتائجها كويسه جدا، لكن ميزته انه بيجي بدري لانه بيجي له صفر، فاول ما تيجي صفر على طول خلاص هو اكيد بيبان عليه وعلى الناس اللي حواليه يشوفوه على طول بسهوله. ازاي التشخيص بيتم؟ التشخيص الاول جزء الاكلينيكي زي ما قلنا الاعراض ايه والحاجات ديت، لكن انا بعتمد اساسا على نمره واحد ثلاث اورام، وثلاث اورام دي مش تشخيصيه بس، دي مهمه جدا جدا لانها بتحدد كمان طريقه العلاج نفسها عكس ما الناس كانت فاهمه زمان. يعني لو الدلالات دي فوق الألف اتوقع ان ده طلع بره البنكرياس، فبالتالي لازم اعمل مسح زر على جسمه كله واتاكد ان مفيش. في ناس تحب تبتدي كيماوي في الارقام اللي هي فوق الألف، فده الاورام مهمه مش تشخيص بس، لا دي هتفيدني وهتفيدني في المتابعه للمريض ده بعد العمليه، لان يعني مش كل الناس الدرجات عندهم عاليه، لكن المريض اللي درجات عنده عاليه لا ده انا هيبقى كويس جدا بالنسبه لي ان انا بعد العمليه بشوفه عليت اتوقع ان في حاجه حصلت. فده اول حاجه كتحاليل. الاهم حاجه دلوقتي ان انا عايز حاجتين، عايز اشوف الورم دوت ده فعلا ورم ولا لا، وعلاقته باللي حواليه، لان البنكرياس مكانه مزنوق شويه معدي من حواليه الوريد البابي ووريد الامعاء بتاع الامعاء الشريان بتاع الامعاء، فزي ما احنا شايفين في الصوره هيت هو في كم حاجه مهمه قوي حواليه، فانا عايز اشوف ده ورم ولا لا، ودي الاشعه بنسبه كبيره جدا بتقولها لي، والحاجه الثانيه علاقته بالاورده والشرايين اللي حواليه دي، ودي بتقول لي ينفع العمليه ولا لا. بنعرف الكلام ده بايه؟ مقطعيه او رنين، والجديد برضو اللي كويس قوي دلوقتي الموجات الصوتيه اللي بالمنظار، لان ميزتها انه بيبقى داخل جوه الاس 12 فهو مباشر على البنكرياس فيقدر يشوف الحاجه بدقه اعلى. الحقيقه في مصر ابتدينا نتقدم قوي في الحته دي، يعني بقى في ناس متخصصه في الاشعه سواء حتى في الرنين او في الموجات الصوتيه، ان بيكتب تقرير محترم، تقرير لجراح، يعني مش يقول لي ان انا شايف في بؤره في البنكرياس، لا ده يقول لي، يعني انا كان لسه في امبارح كنت بعمل عيان حتى تقرير دكتوره الكبال للتقرير، لو انا في احسن حته في العمل ما يطلعش كده، وصفه بدقه شديده جدا الورم قد ايه حجمه، ماسك في انهي شريان وماسك في انهي حته في الشريان من فوق، والشريان اللي تحتيه ماسك في انهي حته فيه، اللي هي وصفه هو اللي لقيته في العمليه بالظبط. عشان كده حتى في يعني انا دلوقتي بقيت مثبت مثلا الاشعه هتعملها في المكان الفلاني مع الدكتور الفلاني. اه طبعا
طبعا بيبقى عندي مشكله ان في بعض العيانين بيعتقدوا ان انا كونكتد مع يبقى انا مستفيد حاجه من على فكره دي ما دي بقى مشكله بس لازم الناس تفهمها انه في مثلا في كل البرانشات دلوقتي انا هعمل الاشعه في الحته الفلانيه مع الدكتوره الفلانيه دي حقيقه لان احنا شفت حالات ناس عملت اشعه طلعت ان في ورم في الحته الفلانيه رحنا عملنا بالحاله دي في حته بقى احنا موثقين فيها عند حد كويس جدا مفيش اي حاجه خالص والعكس بيحصل أيه. التحاليل نفس الكلام نعمل في مكان تحليل لفلان نلاقي عنده سكر التحليل في مكان تاني لا ما عندوش فالحكايه دي لازم الناس تفهمها ان الدكتور بيبقى خلاص يعني الدكتور زي مدرب ولاعيب كوره هو بيثق في اللعيب ده لان هو لعب هو ده دربه خلاص هو ده عارفه فالدكتور ودكتور الاشعه ودكتور التحاليل وزي ما بقى في دكتور بقى متخصص في جراحه البنكرياس بقى في اشعه متخصص في اشعه البنكرياس ودي حاجه حلوه يعني هي بتشوف كل الحالات بتاعه البنكرياس اللي بتضيق في المركز دوت فاصبح الليرنينج كيرف بتاعها عالي بقت فعلا وهي الميزه ان في الاول كانت تسالني في كل عيان لما فتحته اللي انا شفته ده لقيته هو ولا لا فعلا بنسبه كبيره كان هو ودلوقتي بقت خلاص لدرجه نبيت اقول لها انا بظبط عمليتي على التقرير بتاعك يعني ما تقولي انت ماسك من الحته اللي فوق ابتدي بالحته اللي فوق افصلها الاول يعني انا حتى العمليه لازم تبقى مرتبطه بالاشعه والدقه بتاعتها البلان بتاعها بيبقى معمول كده نورت وشرفت وابدعت ويعني كالعاده وجودك معنا دائما اضافه هائله للعلم وللثقافه المصريه واللي يفوتوا حلقاتك يفوتوا كتير على المستوى الثقافي كناس وعلى المستوى الأطباء أنا بقول لشباب الأطباء والأطباء عموما مش الشباب بس ده الأطباء المتخصصين في أمراض البطنة المتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي المتخصصين في السكر يتابعوا حلقاتك لأنهم هيستفيدوا استفادات كبيرة في تشخيص حالات هتبدأ عندهم لأنه برضو خلينا واقعين إنه كتير جدا من مرضى راجل عنده زي ما حضرتك قلت سكر كان ماشي سكره 200 180 فجأة بقى 600 بقى 500 وجاي بيشتكي من ألم في بطنه صحيح التفكير الاولاني هيكون دي كي دايابيتيك كيتو اسيدوزيس لكن لازم نحط في الاعتبار انه ممكن يكون ورم في البنكرياس واشعه او تحويل لمتخصص حتى لو طلع مفيش حاجه احسن مفيش حاجه احسن بكتير يعني انا هكسب ان انا اشخصه مبكرا ومش هخسر اي حاجه ان انا اعمل تشيك اب وطبعا التشيك اب العالمي اللي هو لازم كل فتره الواحد يروح يعمل تشيك اب عند المتخصصين ده انا واضح انه امل صعب الناس عندهم اعتقادات فلا الله ولا فالك وبتاع ماشي يا سيدي بس لازم يعني برضو فلا الله ولا فالي لكن لازم نكون بنشتغل بالاسباب في الدنيا دي ضيفي العزيز القمة العلمية والعالمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار أستاذ جراحات وزراعة الكبد الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقناة المرارية والبنكرياس وزميل جامعة أيسن الألمانية وعميد معهد الكبد السابق الاسم العالمي الكبير كان ضيفي فيه الناس الحلوة نورت يا فندم الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة الدكتور السيد عبد الحي استشاري طب وجراحة العيون استشاري شفط المياه البيضاء بالفاكو وتصحيح الإبصار بالليزر عضو الجمعية الأوروبية لجراحات العيون والليزر زميل كلية الجراحين الملكية أهلا بكم مرض من الأمراض اللي تحس كده إنه ممكن يكتب عنه فيلم مرض فيه دراما لو ما تعالجش كويس هو القرنية المخروطية بيسموه حرام البصر بيسموه يعني عدو الشباب معرف هنفهم التسميات دي جاية ليه لكن هو مرض يبدأ في سن يعني رزيل قوي بيبدأ في سن يعني مثال المياه البيضاء مثلا المياه البيضاء مرض بيبدأ في سن متقدم في معظم الأحوال لكن ده بيبدأ في سن مبكر قوي في بداية الشباب ومرض فعلا يقلق ويخوف لكن أساليب العلاج بقت حديثة جدا بس أستغرب واستعجب جدا إنه ممكن بعض اللي شغالين في مجال العيون دكاترة العيون يفقدوا تشخيصه ما يشخصوش يحصل مس دياجنوز
يعدي من تحت ايديهم. يعدي امتى؟ يعدي لو انا مريض جاي لي يعمل تصحيح ابصار. هل ممكن ده يحصل؟ قصه مثيره جدا ولازم يفهمها النهارده. لكن اسئله كثيره هتطرح النهارده في القرنيه المخروطيه. يعني ايه القرنيه المخروطيه؟ يعني ايه نسيج قرنيه؟ قرنيه اللي سمكها معرفش بالمايكرو قال عليها نسيج. اه طبعا. والنسيج ده بيضعف ازاي؟ وليه بيضعف؟ وازاي نعالجه؟ وهل المرض ده مزمن؟ شكل الكلام مزمن. طب المزمن ده لما نعالجه هنعالجه مدى الحقيقه؟ نقعد كل شويه نكير؟ وايه المحظورات؟ وعلاقته بامراض ثانيه؟ طب لما نيجي نتعامل مع يعني اسئله النهارده مريضه قرنيه مخروطيه كبر بقى في السن وجالها ميه بيضة، لما يجي نعمل لها الميه البيضة وعندها قرنيه مخروطيه من شبابها، هل في محاذير معينه في التداخل ولا لا؟ تصحيح الابصار يعني مريضه القرنيه المخروطيه هل ينفعها تصحيح الابصار؟ واضح من كلامي لا، بس طب هنصحح لها نظرها ازاي؟ بنضاره ولا بغيره؟ النهارده حوار مثير، وزي ما قلت لكم ينفع فيلم سينما. يعني لو انا عايز اعمل فيلم سينما وعايز انقي موضوع فيه العيون عشان احط له دراما واثاره وتصاعد وميلو دراما وتقصير وبتاع، هجيب القرنيه المخروطيه كفيلم بجد بكل الحوار العلمي اللي فيها النهارده. النهارده ضيف العزيز اسم قدير، اسم متميز للغايه في عالم طب وجراحات العيون، وسعيد جدا ان انا بلتقي بيه النهارده بعد سنين مش طويله، مش عايز اقول طويله بقى عشان خلاص الكلمه الطويله دي بقت تضايقني، فاقول يعني كام سنه صغيرين كده عدوا. النهارده ضيف العزيز واحد من نجوم هذا العالم النهارده الاستاذ الدكتور السيد عبد الحي، استشاري طب وجراحات العيون واستشاري علاج وشفط المياه البيضاء بالفيكو وتصحيح الابصار بالليزر، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات العيون والليزر وزميل كليه الجراحين الملكي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. وحشني والله. تسلم حضرتك. يعني كام سنه عدوا؟ مش كتير. كام سنه؟ حبه صغيرين. القرنيه المخروطيه ينفع تكون جزء من فيلم درامي؟ اكيد طبعا. مرض صعب طبعا. ايه المقصود بالقرنيه المخروطيه؟ من اسمها مخروط. شكل القرنيه بيتغير من يقارب شكل المخروط. أنسجة القرنية نفسها بتضعف ويحصل فيها ترقيق أو السمك نفسها يقل، والبونز أو الروابط اللي ما بين طبقات القرنية بتبقى أضعف، يحصل مرض القرنية المخروطية، وده بيأثر بشكل مباشر طبعا على النظر. وجود المخروط ده بيخلي هالات للمريض، بيشوف هالات غريبة، بيشوف حدة الإبصار بتاعته بتتأثر بشكل واضح سواء في البعيد او القريب، بيبدا يشتكي طبعا من مشاكل كتير في الابصار. درجات القرنيه المخروطيه ايه؟ بتتقسم القرنيه المخروطيه اربع درجات ان جنرال. اول حاجه بتبقى حاجه بسيطه، وده بيبقى تحدب القرنيه فيها مش ما بيحصلش فيه تاثير كبير، ولا السمك بيقل بطريقه كبيره. ده طبعا بيتم عن طريق الفحص بتاعنا في بالاجهزه بتاعتنا بالعيادات، وبنقيس طبعا سمك القرنيه بالاجهزه اشهرها البنتا كام. دي الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه بيبقى طبعا الدنيا بتبقى فيها اكثر تطورا، وسمك القرنيه بيقل اكتر، ودرجه التحدب بتزيد اكتر. بعد كده طبعا الدرجه الثالثه بيحصل تطور اكتر، والدرجة الرابعة دي الدرجة النهائية بيحصل فيها مشاكل في الإبصار وممكن يحصل فيها سحابات في القرنية. أول سؤال أي عيلة هتجيب ابنها عنده قرنية مخروطية تسأله لك هي الأسباب، إيه اللي خلى الولد ده يجي له قرنية مخروطية؟ في أسباب جينية أو وراثية، run in families، دي حاجات ممكن تكون موجودة. مرض عائلي. ممكن طبعا، وده وارد ونشوفه كتير. والحاجة التانية مع الأطفال أو الشباب بقى، يعني هو القرنية المخروطية بيبدأ في سن المراهقة أو بعد المراهقة، نتيجة الحساسية الشديدة اللي في العين أو الحساسية المزمنة. بعض النظريات بتقول نتيجة الفرق الشديد طبعا في العين وكده، مع التعرض للأجواء الحارة أو الشمس المباشرة والكلام ده لفترات طويلة طبعا، دي بتبقى من ضمن الأسباب بتاعتها. اشهر مشهور في فرق العين في رايي، اشهر ممثل فرق عينه في حياته في كل الافلام، هتلاقيه في افلام كتير بيعمل الحركه دي، هو احمد زكي.
مظبوط احمد زكي في كتير من الافلام حكايه فرك العين دي، الحركه دي كانت عنده، الحركه دي عنده لازمه كانت لازمه كان بيعملها كتير الله يرحمه. وفي افلام بقى كتيره يعني، في افلام مثلا يعني في فيلم مثلا زي مستر كراتيه طول الفيلم عمال يفرك طول الفيلم عين. بيعمل حركه بيعمل ده كلام يعني احتمال يكون عنده حساسيه في العين احتمال وارد طبعا لانه الاعراض ده احكي لي الاعراض دي حكايه. اول عرض الابصار، المريض بيشتكي ان حده الابصار قلت، وبتصادف احيانا طبعا ان بيبقى التشخيص متاخر، حده الابصار قلت والنضاره مش جايبه نتيجه، يعني المريض يعمل نضاره او ما يعملش ما يحسش ان في تحسن في الرؤيه، فنبدا نعمل الفحوصات الاكثر تقدما او المتطوره عشان نبدا نشخص المرض ودرجته، وبناء عليه طبعا بعد التشخيص والدرجه هنبدا نتدخل. كل مرحله وكل درجه لها طريقه في العلاج بناء على الدرجه اللي احنا وصلنا لها. ازاي نشخص بقى الحاله؟ مبدئيا طبعا الكشف بتاعنا الظاهري الاول بجهاز السليت لامب او المصباح الشقي، ده بيبين بعض الحاجات في شكل القرنيه وسمكها وكده. الحاجه الثانيه والادق طبعا قياس سمك القرنيه عن طريق الاجهزه، بالذات زي ما قلت لحضرتك البنتاكام. ايه البنتاكام؟ البنتاكام ده عباره عن جهاز بيدينا تصوير للقرنيه بمختلف اللي احنا شايفين صورته ده بالظبط كده، دي صوره اشعه البنتاكام بتدينا، عباره عن درجات بيدينا شكل القرنيه الخارجي، تحدب القرنيه، سمك القرنيه على مختلف القطاعات بتاعتها، والانر سيرفيس او الشكل الداخلي كمان للقرنيه، السطح الداخلي بالظبط كده. القرنيه لها سطح خارجي اللي هو احنا شايفينه الابيثيليوم، وسطح داخلي اللي هو جوه العين. جوه العين بالظبط كده، كل ده بيبان عندنا وبيبقى لنا دلالات او ارقام معينه احنا بنقدر نترجمها عشان نقدر نشخص. هل ممكن واحد يعني مثلا جاي يعمل تصحيح ابصار يفوت انه يعمل البنتاكام ده؟ لا، هو بقى اوبليجاتوري. اوبليجاتوري بقى اجبار. طبعا ما ينفعش. وهو حالات كتير حاليا طبعا تيجي عشان تعمل تصحيح ابصار تفاجئ ان عندها قرنيه مخروطيه. تفاجئ طبعا. هو جاي متوقع ان النظر ضعيف عليه، هو جاي مستعد، المريض عنده قصر نظر او استجماتيزم او طول نظر وجاي يعمل عمليه التصحيح. من الروتين اكزامينيشن بتاعنا الفحوصات المعتاده عشان اعمل للمريض بتاعي التصحيح، وفاجئ للبنتاكام طبعا، فافاجئ ان عنده قرنيه مخروطيه. فنغير سيناريو العلاج، غير سيناريو العلاج طبعا خالص. بيبقى كده في باثولوجي، في مرض في العين، مش عمليه تصحيح اللي هي تجميليه. احنا داخلين في موضوع تاني. قول لي بقى الخطه العلاجيه بتترسم ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه احنا شخصنا المرض، تاني حاجه نحدد الدرجه او الجريد عشان نقدر نشوف التدخل بتاعنا. يعني جريد 1 او المرحله الاولى، بمجرد ان احنا بنعمل للمريض نظاره علاجيه والمتابعة من 6 أو 12 شهر، يعني كل 6 شهور أو 12 شهر نعمل له جدول للمتابعة ونشوف هل في تغير أو في تدهور ولا الأمور مستقرة. المرحلة الثانية أو جريد 2 دي غالبا المريض بيحتاج عدسات صلبة، عدسات كونتاكت لينس صلبة، هي طبعا بقى فيها أنواع كتير، بقت الدنيا بقت ألطف شوية على المرضى، ودي بيلبسها بتقلل تحدب القرنية، بتقلل المخروط فبتحسن الإبصار معاه وتساعد على تثبيت النظر. وبرضو طبعا المتابعة بتاعته عن طريق الفحص والأشعة مش يعني ما يعديش 12 شهر. المرحلة الثالثة بتبقى طبعا الدنيا فيها أصعب شوية، فبنضطر نتدخل بشكل جراحي مع المريض. وأشهر حاجة والحاجة الموست إفكتيف حاجة اسمها الكروس لينكينج، أو عملية تثبيت القرنية بالعلاج الضوئي، ودي عملية آمنة يعني تتعمل عن طريق استخدام فيتامين معين اللي هو فيتامين بي والأشعة فوق البنفسجية عشان تقوية الروابط أو البوندز اللي ما بين الأنسجة بتاعة القرنية، فيساعد على تثبيت الوضع وتحسين النظر لحد ما. وممكن يضاف ليها حاجة اسمها زراعة الحلقات، نزرع حلقات علاجية تقلل فعلا الاستجماتيزم بتاع العين، وده ممكن يبقى جزء تصحيحي في النظر، ودي بتبقى حاجة ظريفة، المريض بيحس التحسن في الرؤية وتثبيت برضو للوضع اللي هو فيه عشان الحالة ما تتدهورش. آخر حاجة بقى الدرجة الرابعة، ودي زي ما قلت لحضرتك بيبقى سمك القرنية قل خالص والدنيا متدهورة،
وغالبا بيبقى فيه سحابات، فبنضطر نلجأ لزراعة القرنية بمختلف أنواعها، في زراعة كاملة أو جزئية. ما المقصود بزراعة كاملة أو جزئية؟ الزراعة الكاملة إن إحنا بنشيل أو المريض بنعمل إزالة كاملة للقرنية بمختلف طبقاتها، ونجيب الدونر أو القرنية، القرنية المتوفي طبعا، ونعمل لها زراعة. الزراعة الجزئية طبقية، ممكن نحافظ على طبقة الاندوثيليوم أو الطبقة الداخلية للقرنية ونزرع الطبقات الخارجية فقط. طبعا بعد فحوصات كاملة وتحضير كامل. بتجيبوا القرنية اللي هي بتاعة المتبرع بتجيبوها من بنوك القرنية؟ من بنوك القرنيات في الخارج. من الخارج. من الخارج. من الخارج. طبعا يعني في برضو مشاكل الـ يعني العملة، المسألة غليت، المسألة بقت صعبة طبعا. بقت صعبة شوية. يعني رغم انه المفروض نشوف حل في حته يعني تبرع بالقرنيه، يعني اعتقد هيكون حل مهم، هيكون حل طبعا جميل جدا لو عندنا بنوك القرنيه هنا اشتغلت والامور بقت زي زمان. يعني احنا من فتره كان موجود طبعا، لكن الاونه الاخيره كان كلها من الخارج، وخصوصا ان القرنيه بتظل حيه بعد الوفاه بكم ساعة؟ ست ساعات تقريبا. وبنحافظ عليها في محاليل معينة، ممكن بقى يعني بعد إجراء الفحوصات ليها والفيرولوجي والأبحاث 10 أيام أو 14 يوم. هيفرق كتير قوي طبعا، هخلي الويتنج ليست تقل جدا والدنيا تبقى أسهل طبعا. لازم نشوف حل للموضوع ده يا جماعة. القرنية المخروطية مرض يمكن الوقاية منه؟ صعب، لكن النظرية زي ما قلت لحضرتك اللي بتتكلم عن الحساسية، نقدر نقي ولادنا من الحاجات الخطأ اللي بيعملوها في الموضوع، التراكومة والحاجات دي نعالجها من الأول. يعني نعالجها من الأول فيبقى بروفيلاكتيك. مفيش رمض بقى ربيعي، مفيش حساسية؟ في طبعا، بس نتعامل معها برضو بأسلوب سليم، علاجات سليمه وتعليمات من الاول تبقى مظبوطه. يعني احنا نعود العلم الاولاد الصغيرين ما يقعدوش يتحركوا في عينيهم. الحركه دي غلط طبعا. الولد الصغير يقعد لا اقول له ده غلط وتشرح له غلط ليه، هتضر عينك. وندي له بدائل، يعني تعليمات للبدائل، لان هو بيعمل الحركه دي غصب عنه نتيجه الاكلان او الاحساس بالحكه. ابسط حاجه لو عمل كمادات بارده هي هتهدي الامور، مثلا مع العلاجات الدوائيه والقطرات. هي تروح لدكتور، يعني تروح لدكتور عيوني يعالج الحساسيه. بالظبط. في زراعه الحلقات حضرتك قلت جمله مهمه، انه بتعيد يعني نظر العين. ازاي؟ جزء من النظر، يعني تصحيح جزئي للنظر. لان المعتاد في القرنيه المخروطيه بيبقى فيه الاستجماتيزم عالي 3 أو 4 أو 5 درجات. زراعه الحلقات بتقلل الاستجماتيزم، ده جزء من الرول بتاعها. يعني ممكن يبقى الاستجماتيزم يوصل لدرجة أو درجتين، فالمريض بيحس بتحسن في الرؤية وكأنه عمل تصحيح، لكن هو طبعا مش تصحيح زي الدارج. يعني الخطأ الشائع، هل تأجيل العلاج، هل مجيء متأخر؟ بيحصل بروجريشن في الحالة، بيزيد طبعا. في ناس بتعمل كده كتير. طبعا في ناس بتطنش، بتخاف تطنش ظروف الحياة. بعد ما بيبقى علاجه حاجة أبسط بيوصل لمراحل متقدمة بتبقى الدنيا أصعب، لكن كل ما بدأنا بدري الأمور بتبقى أسهل طبعا. في برضو سؤال، الناس اللي عندها قرنية مخروطية ويجي لها مية بيضة مثلا في المستقبل، هل التدخل في علاج المية البيضة في حالة قرنية مخروطية سهل ولا صعب؟ بالنسبة لنا سهل حاليا، الأمور أبسط. اولا لان احنا عمليه الميه البيضاء بتتم بندخل عن طريق القرنيه، لكن من فتحه صغيره 2 ملي او اقل. ثانيا احنا بنكون واخدين احتياطاتنا قبل العمليه وفحوصاتنا، زي ما بنطمن على اشعات الخاصه بالميه البيضاء والعدسات اللي هتنزرع وكده، بنطمن على القرنيه برضو وهل هتحتمل اجراء الجراحه ولا لا، وبناخد الاحتياطات الواجبه طبعا. ممكن يسبق عمليه الميه البيضاء عمليه تثبيت للقرنيه في بعض الاحيان، او يكون المريض زرع معانا حلقات ونضطر نعمله الميه البيضاء، بس طبعا لنا زي ما قلت لحضرتك احتياطاتنا الخاصه. هل في زراعه القرنيه فكره الرفض او ريجكشن وارده؟ بنسبه قليله صراحه. في الاونه الاخيره القبول او ان الجسم يتقبل القرنيه هو الاصل في الموضوع حاليا، يعني نسبه النجاح كبيره ما شاء الله.
هل لابد ان تاتي القرنيه المخروطيه في بدايه الشباب؟ يعني ما فيش حاجه اسمها ليت قرنيه مخروطيه؟ صعب تبقى ليت، صعب جدا، هي بتاتي قبل سن العشرين. هل في ايتروجينيك قرنيه مخروطيه؟ يعني قرنيه مخروطيه يتسبب فيها تدخل ما؟ اللي هي الكورنيال اكتيزيا ده بوست ليزك او بعد عمليات التصحيح. لا اشرح لي بالراحه. في بعض عمليات التصحيح يحصل مشاكل، ودي كومبليكيشن ممكن تحصل للعمليه او حاجات بعد العمليه بسنه او سنتين او ثلاثه، ودي غالبا ممكن تكون حاجه يعني خاصة بالمريض نفسه أو زي ما قلت الحاجة جينية أو كده كرد فعل بعد الليزر اللي اتعمل، يحصل حاجة اسمها اكتيزيا من اسمها زي بلجنج للقرنية، وده يعتبر برضو نوع من القرنية المخروطية. يحصل بروز للقرنية بالظبط كده. ده نسبته قد إيه تقريبا؟ لا نسبته قليلة جدا، قليلة يعني حاجة نادرة يعني. طبعا طبعا لا تتعدى 0.5% أو يمكن أقل كده. العدسات اللاصقة هل لها دور؟ أنا عارف إن أنت بتكره أو كلكم بتكرهوا العدسات اللاصقة، يعني الفيلد الطب العيون كله اول ما بجيب العدسات الرياكشن بيطلع كده. بالظبط. اول ما قلت عدسات اللاصقة رحت انت كلنا عانينا من مشاكل كتير، بتشوفوا مشاكل كتير. طبعا ممكن تكون سبب من اسباب القرنيه المخروطيه او تلعب او تسوق حاله القرنيه. تسوق يعني لو بيشنت او مريض عنده قرنيه مخروطيه ومش متشخص وهو بيستخدم عدسات لاصقه وبيحصل له مشاكل معتاده، الامور تزداد سوء ونعاني في العلاج. انت ترى ان العدسات اللاصقه قنبله موقوته؟ اكيد، خاصه مع الطريقه الخطا في التعامل معها، واكيد حضرتك فاهم الطريقه الجنونيه الجنونيه في التعامل معها. طبعا انا شفت حاجات كارثيه. طبعا انا كنت ببقى قاعد مثلا الاقي واحده قلعت العدسه وهي قاعده بتكلمني. لا لا لا، تصرفات يعني كانها يعني انت عارف يعني كانها بتطلع منديل ورق. والله كانها بتطلع منديل كده، هي راحت جايه قلع العدسه. انا ساعتها الرياكشن بتاعي والله العظيم، لا انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه ده يعني؟ يعني واقعد اشرح ولا الهوا؟ لا لا مفيش، ما احنا بنشوف فعلا كوارث. في العربيه سايقين مثلا حد بيقلع عدسه عادي جدا، اركن العربيه واصوت انا. بتعملوا ايه يا جدعان؟ ايه الجنان ده؟ لا لا لا، وبعرف ان الشخصيه اللي معايا دي يعني اكيد في حاجه خلل عقلي بقى. طبعا هو مضحي يعني، حد مضحي بعينيه. مضحي بعينيه. مضحي بعينيه. تلاقي الضفر قد كده البنت وبتقلع العدسه بيه. ومفيش اي هيجين، مفيش اي احتياطات يعني. هتقول لي في القرنيه المخروطيه اتنين. واحد هتلبسه بدله زرقاء وتحطه في قفص الاتهام، ده مجرم. في التعامل مع القرنيه المخروطيه، ان كان بقى عمل ايه غلط هتقول لي. واحد تاني هتلبسه بدله حمراء، يعني اعدام. يعني كارثه اكبر. ففي خطأين في القرنية المخروطية في التعامل معهم، واحد أزرق والتاني أحمر. الأزرق اللي هو أهمل، أو يعني سواء كان المريض اللي أهمل في العلاج والتعليمات اللي اتقالت له، أو الطبيب برضو اللي ما اداش المريض بتاعه الاهتمام أو التعليمات المظبوطة، أو مشاه على سيستم العلاج، لأن ده مرض البيشنت بتاعنا او المريض بتاعنا بيقعد معايا سنين، فلازم انا اديله زي ريجمن او جدول ومتابعه فوريفر. لكن الاحمر لو عملنا تصحيح او اي عمليه خاصه بالتصحيح وانا مشخص المريض قرنيه مخروطيه، ودي كارثه طبعا. او ما خدتش بالي، ما شخصتش القرنيه المخروطيه فيه بالظبط، لان يعني كده انا خلاص عملت بهدلته طبعا. لان القرنيه المخروطيه ما ينفعش فيها تصحيح طبعا. تصحيح بالليزر. بالليزر اللي هو الحاجات الليزر. لان كلمه التصحيح عامه انا ممكن اعمل تصحيح بطرق اخرى. انا قصدي بالليزر. بالليزر. تصحيح اثار بالليزر يتعارض شكلا وموضوعا مع القرنيه المخروطيه، كونترا انديكيشن مع القرنيه المخروطيه. بالظبط. انت نورتنا واسعدتنا، ويعني كالعاده انا انتظر القرنيه المخروطيه من فتره طويله، ولما وجهت لك الدعوه كان نفسي يكون الحوار في هذا الموضوع، فشاكرا يعني شرحته لنا بالتفصيل الرائع. اشكرك شكرا جزيلا. العافيه يا فندم، ونورت. ويعني فات كم سنه صغيره، انت زي ما انت. انا زي لو حضرتك ملاش دعوه بالناس اللي كبرت، احنا يعني محافظين على يعني واخدين ترياق الشباب يعني. نورتنا يا دكتور سيد. تسلم يا فندم. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم طب العيون، الاستاذ الدكتور السيد عبد الحي، استشاري طب وجراحات العيون، استشاري شفط المياه البيضاء وعلاجها بالفيكو وتصحيح الابصار بالليزر.
وعضو جمعية الأوروبية لجراحات العيون والليزك وزميل كلية الجراحين الملكية. الاسم القدير كان في واحدة من حلقتنا المشيرة المتفردة اللي مظلومة في الفهم الإعلامي. القرنية المخروطية تبقى واحدة من أشهر الأمراض، ولا يغيب عني مشهد أنا معرفش كان يقصده بالقرنية المخروطية ولا بيتكلموا عن ضعف الإبصار، لكن أداء رحمة الله عليه الأستاذ محمد شرف. محمد شرف ده كان من عباقرة التمثيل، مشهد في فيلم لو فاكرينه آسف للإزعاج لما كان بيتكلم على تناقص الإبصار. محمد شرف كالعادة كان ممثل رائع وإنسان رائع، وقدم صورة رائعة لمعاناة مريض بيتنقص قدراته الإبصارية. هل كانت يقصده في السيناريو قرنية مخروطية تمشي؟ ممكن كان يقصده المية البيضة برضو، هي تمشي مع المية البيضة قوي طبعا، لكن عمله بإتقان شديد جدا، وقال جملته المشهورة: أنا الحياة بالنسبة لي بقت أوديو، ودي حاجة قاسية للغاية. خليكم دايما مع الناس الحلوة. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا وموضوع شديد الأهمية، شديد الخصوصية. كتير من الرجالة عندهم كونسبت معين وفكرة معينة أنه طالما عنده قدرة زوجية بمعنى قدرة جنسية فهو بالتأكيد يستطيع الإنجاب، وطالما هناك حالة من القذف أو طالما هناك إخراج للسائل المنوي إذن بالطبع هناك فرصة للإنجاب. كتير من الرجالة للأسف مش فاهمين أنه في فارق كبير جداً بين قدرة الرجل الإنجابية ومن قدرة الرجل الجنسية، فهذه عملية وتلك عملية أخرى، ده مسار وده مسار تاني، تكوين الحياة المنوية وإخراجها في حالة جيدة، في حالة صحية جيدة، في حالة صحية صالحة لعمل الإخصاب، أمر يختلف تماما عن قدرة الرجل على الانتصاب وأداء الحالة الزوجية، ده شيء وهذا شيء آخر. وكمان برضو ما زال، وده صعب قوي ان احنا نطلعه من دماغ الراجل الشرقي في غضون سنين قصيرة، اعتقد انه هياخد وقت، ما زال موجود بمختلف الثقافات انه كتير من الرجال اللي عندهم مشاكل في الانجاب يصاحب هذه المشاكل مشكلة في الخجل، خجل من هذه القضية الطبية. اتكلم عنها بخجل اختلف تماما عن وصفه لأي قضية طبية تانية. احنا عندنا عموما في المجتمع الشرقي والمجتمع المصري خجل من ذكر المرض، ده مش موجود في مصر بس ولا في الشرق بس، انا شفته بره في اوروبا، في اوروبا وفي امريكا، بس طبعا على النطاق اقل كتير وفي حتت معينه كتير، لكن ما زال اخفاء او قلق من ذكر المرض واخفائه ده شيء يعني منتشر جدا. فكتير من الرجاله بيتاخروا في العلاج وبتأخروا في الذهاب إلى استشارة طبية نظراً إن هم شايفين إن ده عيب، عيب يمس رجولتهم هم. لا، اللي يمس رجولتك أنت إنك تكون شريف، إنك تكون غيور، إنك تكون واخد بالك من بيتك كويس، إنك تكون فعلاً قوام على بيتك بصح بالصح، ده بتكسب فلوسك من حلال، ده اللي يمس رجولتك. لكن الأمراض ما تمسش رجولتك بشيء. بس برضو ارجع اقول لكم ان الكلمتين اللي قلتهم دول مش هما اللي هيحلوا المشكله، لا دي عايزه ثقافه وعايزه تربيه من الصغير، من وانت صغير في المدرسه والمناهج التعليميه يكون متضمنه للمعنى ده، عشان يكبر الانسان عارف ان اللي عنده مشكله صحيه ده لا يعير بيها، ومش تقلل من ثقته في نفسه، ومش وصمه عار، ومش حاجه تخليه يخجل. كل دي جزء من الحياه. كلنا يا جماعه خلي بالكم لينا نصيب في المرض، كل واحد له نصيبه بقى، المرض ده جزء من الحياة.
صحيح احنا بنسال ربنا سبحانه وتعالى عفو على العافيه، لكن المرض انت كل واحد بقى اللي هيجيله سكر، يجيله ضغط، يجيله نظره ضعيف، اللي شعره هيقع، اللي يجيله الم في المفاصل، اللي عنده مشكله في تاخر الانجاب، كل واحد بياخد نصيبه. وزي الرزق كده ما بيتوزع، ده جزء معاه، زي ما انت بتاخد الفلوس والرزق والنعم برضه لازم تاخد حاجات من دي، وشوف بقى هتشكر ولا مش هتشكر، ولا انت بتاع الجيد والحلو بس والوحش لا. الكلام ده مهم قوي. النهارده حوار مع ضيف العزيز بيبدع دائما في حواره، النهارده زي ما قلت لكم موضوع دقيق وفي تركات كتيره قوي ما نسمعها النهارده مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال. اهلا بيك يا دكتور احمد، سعيد جدا بزيارتك. اهلا بيك يا دكتور ايمن ومشاهدينا جميعا اللي احنا بنستمتع ان احنا نتواجد معاهم، ويا رب يكونوا بيستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله، لان احنا يعني عاوزين نوصل لهم المعلومه بصوره مبسطه ويبقوا عارفين ايه الصح وايه الغلط وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. هو المشكله دلوقتي طبيا ان في حاجات كتيره بدات تتعمل بتضر اكتر ما تفيد، لان مش هنا بطريق مش صحيح. هو القصه ازاي اهيئ الطريق الصحيح للزوجين عشان يوصلوا للهدف بتاعنا كلنا، انه يحصلوا على الانجاب او الحمل. الازوسبرم يعني ازوسبرميا يعني ما فيش حيوانات منويه في السائل المنوي. يعني الزوج ده لما يجي يعمل تحليل سائل منوي نلاقي العدد زيرو، ما فيش حيوانات منويه، وبالتالي ما فيش حركه او تشوهات، لا ما فيش حيوانات منويه. فاحنا الحالات دي بيبقى فيه جزئين منها، جزء حاجه اسمها اوبستراكتيف يعني نتيجه انسداد في الطريق ما بين مكان التصنيع وما بين خروج الحيوانات المنويه، او جزء نون اوبستراكتيف ده بيبقى جزء خاص بهرمونات وجزء خاص بحاجه تانية وامراض تانية تؤثر على اخراج الحيوانات المنويه. وبالتالي الحالتين دول احنا بنلجا ان احنا نروح ناخد الحيوانات المنويه عند الازواج دي من الخصيه، وبنقول لهم انتوا حلكوا هو الحقن المجهري مع اخذ عينه من الخصيه. تخيل بقى دكتور ايمن ان في سنين فاتت الناس دي ما كانش ليها حل، لما كان في عندنا تقنيه قديمه اسمها اطفال انابيب. الناس لحد دلوقتي مش فاهمه ايه الفرق بين الاطفال انابيب والحقن المجهري. هو فرق معملي بحت، يعني هما نفس الخطوات لحد خطوه المعمل. فاطفال الانابيب احنا كنا بنسيب الحيوانات المنويه عدد تقريبا من 50 ل 100 الف حيوان منوي حوالين البويضه ويلقحوها ب الطرق الطبيعيه، يعني اللي بيقدر يوصل بيلقحها. طب مشكله زي الناس دي اللي هي ما عندهاش اصلا حيوانات منويه، او العدد قليل قوي 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 ما يوصلش لل 50 وال 100 الف، ما كانش ليهم حل زمان. لما طلع الحقن المجهري ايام اطفال انابيب، بس اطفال انابيب ايام بقى طلع الحقن المجهري ان احنا قدرنا ناخد حيوان منوي واحد ونلقحه وندخله جوه البويضه بتاعتنا، وبالتالي نحصل على جنين من حيوان منوي وبويضه. طب انا مش عارف اجيبه من السائل المنوي، بروح ادور عليه في مكان التصنيع بتاعه وهو الخصيه. عشان كده برضو احنا بنصر وبنقول ان كل مركز كويس او مركز متميز لازم يكون فيه تيم وورك كامل. ما ينفعش انا بشوف السيده وعمال اعالجها وعمال احضرها ومتناسي زوجها خالص، او ما معيش استاذ او استشاري ذكوره ممتاز يقدر يشخص الزوج ده كويس ويعالجه كويس وانا اعالج الزوجه كويس، بحيث ان احنا الاثنين نوصل بالزوجين دول للهدف بتاعنا وهو الحمل والانجاب. اي مكان عشان يبقى ناجح لازم يبقى فيه التيم وورك ده، دكاترة أو استشاريين نساء كويسين شاطرين في مجالهم المجال الحقن المجهري، استشاريين ذكورة عشان يشخصوا الأزواج ويعالجوهم كويس ويحضروهم كويس لموضوع الحقن المجهري، معمل أجنة عندي كويس، في استشاريين معمل أجنة كويس يقدروا ياخدوا بقى الناتج بتاعي أنا والدكتور الذكورة اللي هو الحيوان المنوي من الزوج والبويضة ويلقحوها، ومعاهم أجهزة متميزة. ده مقومات نجاح أي عمل خاص بعملية الحقن المجهري، أو مقومات نجاح أي مركز خصوبة عشان تقول عليه مركز خصوبة محترم أو مركز خصوبة أنت تروح له. يبقى لازم يكون فيه المقومات دي. ها
هيجي لك المريض مش المريض الكلاينت اللي عنده رغبه في الحقن المجهري هيبدا يعمل تحاليل اكيد من خلالها نقدر نشوف حالته عامله ازاي. تمام. هو عمل التحليل السائل المنوي المبدئي لقيته ازو زي ما حضرتك كنا بنتكلم النهارده على الازوسبرميا. هقوم انا بدوري محوله عندي لدكتور الذكوره اللي معايا في نفس المركز، حضرتك الفلاني الفلاني عنده ازوسبرميا، وابتدي افحصه وشوفه هو ازوسبرميا يعني ايه؟ يعني لا يوجد عنده سائل حيوانات منويه في السائل المنوي. وبالتالي احنا خطتنا احنا الاثنين ان هنروح ناخد من الخصيه، بس مش هنقول له قوم يلا افتح الخصيه النهارده، وده بقى الاخطاء اللي بنشوفها يا دكتور ايمن. واحد عمل التحليل ده راح بيه لدكتور جراحه او دكتور مسالك، قال له لا ده انت عندك انعدام في الحيوانات المنويه، تعال اما نفتح لك الخصيه وناخد لك، وبيعمل الكلام ده في مش في مركز خصوبه، راح ياخد له في مستشفى خارجيه ولا هي مركز خصوبه ولا حاجه، يقول لك عاوزين ندور نشوف عندك حيوانات منويه ولا لا. ده انت مش دورت، انت قضيت عليه لسببين. اولا انت النهارده لما طلعت لو طلعت منه حيوانات منويه وديتها فين؟ انت قلت له انا عندي حيوانات منويه، طيب الحمد لله، طب جمدتها استفدت بيها؟ ما استفدتش بيها. حضرتك لما فتحت له كل ما حضرتك بتفتح الخصيه دي بيحصل فيها مكانها حاجه اسمها تليف او فيبروزس، فممكن النهارده فتحت لقيت حيوانات منويه بكره اجي افتح ما الاقيش. طب حضرتك عملت له تحاليل هرمونات؟ في تحاليل هرمونات الغده النخاميه اللي اف اس اتش والال اتش، التستوستيرون التوتال والفري تستوستيرون، في حاجه اسمها الانهيبين بي، دي حاجات عشان اتوقع الخصيه دي ممكن تطلع ولا لا، وفي تحليل وراثه، ما يمكن يكون هو كلين فلتر، يكون عنده خلل وراثي اصلا. ده بيبقى عن فلتر ده اكس اكس واي، بيبقى يعني 47 اكس اكس واي، بيبقى ده عنده خلل وراثي وهو ده اللي مسبب الازوسبرميا اللي عند الزوج ده. ومع ذلك في حالات من الكلين فلتر على الرغم ان فرص تطلع فيها الحيوانات المنويه بتبقى قليله، في حالات بنلاقي فيها حيوانات منويه. بس بعد التحضير الجيد وخصوصا ان حصل ثوره كبيره في قصه استخراج الحيوانات المنويه من الخصيه. زمان كانوا بياخدوا الحيوانات المنويه من الخصيه دي بالجراحات العاديه، كان ياخد هبهزرت كده يا دكتور ايمن اللي هو ياخد حته من الخصيه ويحللها وخلاص، فللاسف ان هو مبقاش عارف الاماكن اللي ممكن ياخد منها وبيضر الخصيه ضرر بالغ. دلوقتي طلع حاجه احدث واعلى كتير اسمها الجراحات الميكروسكوبيه للخصيه. الميكروسكوب الجراحي ده بيحدد الاماكن اللي ممكن يتواجد فيها حيوانات منويه، بيكبر ده شكل الميكروسكوب الجراحي اهو اللي هو بيخش يبص ويكبر الخصيه دي كتير ويبتدي يدور على الاماكن اللي ممكن يطلع منها الحيوانات المنويه، وبالتالي بتبقى نسب نجاحه اعلى من الجراحات العاديه. وانا جالنا مرضى كتير فتحوا الخصيه مره واتنين ما لقوش حيوانات منويه، وبعد ما اتحضروا جيدا مع دكتور الذكوره في المركز وجم يفتحوا الخصيه بالجراحه الميكروسكوبيه عن طريق الميكروسكوب الجراحي ده لقوا حيوانات منويه. يبقى هي القصه كانت التحضير الغير جيد الاول والاجهزه اللي مش متقدمه اللي ما عرفتش اطلع منها الحاجه اللي انا عايزها. بس انا بقى بنصح الزوج والزوجه دول نصيحه. واحنا ليه بنتكلم؟ هتقول لي انتوا بتتكلموا على الموضوع ده انتوا بتوع النساء ليه؟ المشكله الكبيره اللي بنلاقيها ان الزوج بينسى بقى الموضوع، بيقول لك انا المشكله فيا، هروح بقى اشوف نفسي مع دكتور الذكوره واخد العينه والكلام ده. اقول له لا، قمه الغلط. ليه؟ ساعات نلاقي الحيوانات المنويه دي عددها قليل قوي لما نيجي نستخرجها من الخصيه ما تنفعش تتجمد، ويمكن ما يطلعش تاني حيوانات منويه، يبقى انا ضيعت عليه فرصه ذهبيه ان هو كان ممكن زوجته دي تبقى متحضره وجاهزه، والحيوانات المنويه القليله اللي طلعت دي بعديها نص ساعه ولا ساعه دخلت زوجته وسحبت البويضات ولقحتهم وعملت اجنه. طب لو الزوجه مش متحضره؟ لا ده انا لسه هحضر الزوجه وهجمد الحيوانات المنويه دي، احتمال لما اجي افكها الاقيها ماتت. ما الاقيهاش كويسه. طب انا لسه فاتح له الخصيه من كام يوم ولا من شهر مثلا، هل ينفع افتح الخصيه تاني؟ لا ده انا محتاج 6 شهور عشان اعرف افتح الخصيه دي تاني، ويا عالم اطلع يا ما اطلعش. يبقى ليه انا عملت فيه كده؟ هيقول لي طب وزوجتي هتتحضر على الفاضي؟ هقول له مش احسن ما نضيع عليك فرصه
كاملة. أنا مش هدخل زوجتك العمليات إلا ما الدكتور معمل أجن عندي يقول إن أنت طلعت حيوانات منوية، بس تبقى جاهزة ستاند باي كده، يقول لي أوكي أو مدخل حضرتك، ويكون دكتور الذكورة بتاعي حضرك جيدا. وهي دي الحالات فعلا اللي بتنجح، وبيبقى نسب نجاحها في الحمل كويس في الحقن المكاري. وكتير من الحالات دي اللي اتحضرت جيدا وفتحت جراحات ميكروسكوبية بعد مرة واثنين وثلاثة جراحات عادية، لقينا فيها حيوانات منوية، والزوجة لقحنا البويضات بتاعتها وعملوا أجنة وزرعناهم جوه الرحم بتاعها وحملت. يبقى احنا اديناهم الفرصة الصح أو الطريق الصح. المشكلة في الحالات دي إن كتير منهم بيتحضر غلط، وبالتالي بيبقى جزء من فشل العملية هو التحضير الخاطئ، وليس إن هو ما عندوش أو في مشكلة. إيه الفرق بين تقييمك الطرق القديمة في التعامل مع الحالة والطرق الحديثة؟ الطرق القديمة زي ما قلت لحضرتك كانت بتضر الزوج، حالة الإعدام الحيوانات اللي هو احنا مركزين في قصة اللي هم الأزوسبرمي، انه احنا عملنا تحليل للسائل البنوي لا يوجد حيوانات ان الطرق القديمة ما كانوش كانوا بيعتمدوا على ان هو ياخد عينات من الخصية بطرق عشوائية، وبالتالي ما كانش في بعض الحالات دي كتير ما مش قادر يجيب مكان الحيوانات المنوية الصحيح. ده واحد. تاني حاجة، أخدوا عينات كتيرة من الخصية زي ما حضرتك عارف، بيخلي الخصية دي يحصل فيها تليف، وساعات حجمها يبتدي يصغر، وبالتالي لما يجي يفتح بعد كده مش قادر يجيب منها. لا، الجراحات الميكروسكوبية هو محدد المكان اللي هيروح فيه، مكبر الحاجة دي آلاف المرات عشان يعرف يجيب المكان ده. بأخده للعينة بتبقى أكثر دقة، وبالتالي فنسب نجاح أعلى. فقلنا إن كل مركز عشان يبقى مركز متميز لازم يكون عنده حاجات الحديثة كلها اللي تأهله للتميز ده. يعني لازم يبقى عندي في المركز ده حاجة اسمها الميكروسكوب الجراحي، ما ينفعش إن أنا لسه ماشي بالتقنيات القديمة وبضر مرضايا بدل ما أفيدهم. لا، أنا عاوز أفيدهم، يبقى أديهم الحاجة الأحدث عشان في الآخر نوصل لنسب نجاح عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت نورتني وأسعدتني. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عاصم الملا كان في كعادته مبدعا في الناس الحلوة. خليكم دايما مع الناس الحلوة. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم السمنه وعالم جراحتها. صحيح انه السمنه مسؤوليتك انت اللي عملت ايه ده في نفسك، لكن مش دايما بتبدا القصه عندك انت. غالبا وكتير في حالات كتيره قوي بتبدا عند الابوين، عند العيله. العيله هي بدايه زي ما بيقولوا الجريمه، والجريمه بتبدا هنا في اللحظه اللي هتشوفوها دلوقتي. طفلين يبدو ان هم عندهم رشاقه رايحين المدرسه. طيب رايحين المدرسه، خلي بالكوا المونتاج هنا حريف جدا جدا. الولاد كانوا رفيعين وهم بيركبوا العربيه في الاول تخنهم، الاب هو بيبص عليهم لهم تخان جدا. هو طبعا يعني لو وقفنا، معلش نقف بالفيديو سنه صغيره، نقف بالفيديو سنه صغيره اذا امكن. اللي حصل الثلاث نقلات اللي احنا شفناهم، ثلاث نقلات اللي احنا شفناهم من شويه دول، لا يعني حصلوا في لمح البصر، لا هم على يعني فعلا هم بيحصلوا اسرع مما تتخيل، بس طبعا مش بالشكل ده. لكن ده انطباع ان السمنه بتسرقك. طب اتسرقوا ازاي الولاد دول؟ بسبب العربيه، بسبب ان الاب بيوديهم دايما المدرسه بعربيه. طب ايه اللي حل التاني بقى؟ ايه البديل؟ بص، هو لما اتلفت اضطرب. الولاد عملوا ليه كده؟ الحل كان هو التصرف ده، اللي هو يلا يا ولاد نروح المدرسه، يلا نركن بقى العربية ونقضيها من بيت للمدرسة مشي أو جري بالتحديد. نروح المدرسة زي ما احنا كنا بنعمل، زي ما احنا كنا بنروح جري أو بالعجلة. يعني العجلة كانت شيء لطيف جدا، دلوقتي لا، الباص
يوديك المدرسة دي فين؟ على أول الشارع، بينها وبيني يعني بالظبط ماشي 10 دقايق ماشي. ده احنا كان الواحد بيمشي نص ساعة عشان يروح مدرسته، نص ساعة أو 35 دقيقة أو 40 دقيقة. يعني المدرسة الجرس البداية بتاع المدرسة الساعة 7 الصبح، نخرج من البيت 6:05 6:10 عشان أوصل المدرسة ومشي ماشي. الناس دلوقتي ما بتعملش كده، في باص في المدرسة. احنا كانت اللي كان بيركب مع عندنا في جيلنا احنا كان زي ما كانش في باص زمان، يروح المدرسة بالحنطور، كان في حنطور يجي ياخد بعض الناس الأثرياء من الحتة 2-3 كده. كنا احنا بنعاملهم معاملة وحشة، يعني ما يلعبوش معانا، يلعبوا احتياطي، لو حد فيهم عايز يلعب يقف جون لعبش. ده عقاب ليه؟ انت بتروح المدرسة بالحنطور، كنا نعايره حتى في خناقة مثلا، يا ده انت بتروح المدرسة بالحنطور. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم اللي ما في عالم جراحات السمنة الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة ومستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على تصنيف أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الإسرائيلية. أهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. أنت إحنا جيل قريب من بعض، كنت بتروح مدرسة إزاي؟ يعني كنت برضو احيانا ماشي واحيانا بالعجله واحيانا يعني بس كتير عجله ومشي. المشي اكتر حاجه طبعا. المشي ما كانتش بعيده يعني، بس يعني مش بعيده يعني تلت ساعه مثلا احيانا. طيب تلت ساعه حلو كل بس يوم. هو الجيل كله كان بيمشي كده، وكان هو كل الناس مشجع بعضها، وكنا يعني يعني يلا نمشي. الرياضه كانت حاجه اساسيه الحقيقه في حياتنا، بس هو الحياه برضو اتغيرت مميكانه دلوقتي، لانه انت ما فيش امان طبعا اكتر يا زي الاول. كان في مجموعات وكان الناس بتحافظ على نفسها. الاطفال دلوقتي انت بتبقى يعني عايز تسلمهم لحد يوديهم المدرسه ويرجعهم في نفس الوقت، فعايز تبقى الدايره مغلقه شويه. وبعدين الحياه بقت مكهربه اكتر، الناس مبقاش عندها وقت فعلا ان هي تراقب الوضع، فطبعا الحياه اتغيرت خالص. لا طبعا في ظروف كمان صعبه يعني ساعات فعلا المدرسه تبقى محتاجه بص مش يعني بس يروح يلعب طب رياضه في المدرسه اكيد. دلوقتي هيجي لك المريض عنده سمنه، دايما الفكره اللي بتقول في خاطره او في خاطر عيلته كمان، احنا نعمل له عمليه ايه بقى يا دكتور؟ الحقيقه طبعا عمليات السمنه كتيره، يعني هو احنا في البدايه طبعا بيبقى احنا بنبقى نعمل تحويل مسار المعده في الناس اللي هي وزنها فوق ال 150 كيلو، الناس اللي عندها يعني ارتجاع شديد في المريء، الناس اللي عندها سكر، الناس اللي هي عملت عمليات سابقه زي تكميم معده وفشل، بنعمل لهم تحويل مسار المعده. فالطب في العمليات كلها هي عمليات تحويل المسار. عمليات تحويل المسار في منها العمليات اللي هي ابروفد، يعني العالم كله مجمع عليها، زي تحويل مسار المعده الكلاسيكي، تحويل مسار المعدة المصغر، وما بعد ذلك تحويل مسار الاثنى عشر اللي هو السيرس، وبعد كده في عمليات تجريبية لسه طبعا انفستيجيشنال، يعني او زي اللي اسمها سليف بلس، ان احنا تكميم زائد حاجة يعني. طبعا دي طالعه منها حاجه يعني زي بقالنا سنين كنت عملت عليها بحث في تاريخ 2016 كده، اللي هي الساسي. كنت عامل عليها الساسي دي، ان احنا ناخد نعد 3 متر من نهايه الامعاء ونقوم موصلين لهم بالمعده. دي تعتبر هي تحويل مسار، وبنفترض فيها انه الاكل بيمر في مسارين، مسار طبيعي اللي هو الاثنى عشر عادي من التكميم للاثنى عشر، وجزء من الاكل يعدي من التكميم خلال الوصله. دي اسمها الساسي، او يعني يقال عليها ثنائي التقسيم، الناس يعني ابتدت تدي لها اسماء يعني بايبرتيشن. البايبرتيشن عموما، ودي كانت تعديل لعمليه اسمها سنتوري زمان. المهم انه دي تعتبر برضو سيل انفستيجيشنال، هي مش هتضر حد، لكن اللي يعملها يبقى عارف ان هو حاجتين، اللي هيعمل الساسي يبقى عارف ان هو هياخد فيتامينز، لان دي عمليه تحويل مسار. احنا لم يثبت حتى الان ان هي هتقلل من استخدامنا للفيتامينز، ودي حاجه ده الكلام العلمي. ده كلام علمي. لا يقلل من جهد الناس اللي بتعملها. لا طبعا، واحنا بنعملها يعني عادي، بس طبعا بشرطين. انت تبقى عارف ان انت تاخد فيتامينز زيك زي بتاع تحويل المسار عادي، لان دي جزء من تحويل المسار، واحنا ما عندناش اي ابحاث تقول ان احنا مش هناخد فيتامينات. يعني ربما يكون احتياجك للفيتامينز اقل شويه من تحويل المسار، ان في جزء من الاكل بيعدي وجزء من الاكل بيعدي في المسار الطبيعي، والتاني بيعدي خلال الوصله.
النمرة الثانية اللي لازم تكون عارفها ان انت بتعمل عملية investigational. investigational I mean ان انت عملية لازم تكون عارف انت داخل في عملية تجريبية. يعني تجريبية بمعنى ايه يعني يا دكتور؟ يعني انا هتمضي اقرار ان انت داخل في عملية مش واخدة ابروفال دولي السياسي. ويمكن بقى اتدلعت اكتر شوية الناس بقينا اسمها ساس جي، ان تكميم المعدة ما بقتش تعد من ورا بقى من عند نهايه الامعاء، اللي انت تعد من قدام من عند الدي جي بدل ما تعد من عند الاليوسيكل جنكشن من الاخر، بتعد من اول الدي جي من بدايه الامعاء. تاخد 2 متر وتقوم عامل. واحنا بنعمل عليها ابحاث كتيره. العمليات دي تخيلي ليها لن تضر، واحنا يمكن بنعملها بقالنا سنين مش هتضر، لكن برضو احنا ستيل بقولها لكل الناس اللي بتعمل باي بارتيشن وبقولها لكل المرضى ان احنا ستيل عندنا ديفكت فيها. انتوا ليه ما وافقتوش عليها يعني دوليا؟ احنا مش قادرين حتى الان، ما عندناش تول، ما عندناش انفستيجيشن، ما عندناش طريقه ان احنا نقيس قد ايه من الاكل. لو احنا بصينا على الدايجرام ده، ان نقيس قد ايه من الاكل هيعدي خلال المسار الطبيعي وقد ايه هيعدي في المسار. والله الكلمه دي بقولها باخلاص يعني، دي خناقه. مش عارفين قد ايه من الاكل هيعدي خلال 10 دايما في الجلسات المؤتمرات بتحصل خناقه على الحكايه الحته دي. احنا ما بين المؤيدين قوي، ما هو في ناس مؤيدين من محب الساسي، وفي ناس لسه لا علميا لا يقول لي ما حلناش المشكله دي. انا دلوقتي لو احنا بنتخيل كلنا مع بعض دلوقتي الاكل هيعدي من التكميم على ال 12 ومن التكميم على الوصله، انت تقدر تتوقع قد ايه من الاكل هيعدي هنا وقد ايه من الاكل هيعدي هنا؟ طب احنا نفترض جدلا ان الاكل عدى منه كله عدى في خلال الوصله ما بين التكميم والامعاء، يبقى انت كده حولت العيان الى تحويل مسار عنيف زي الاسكوبينار بتاع زمان، وحولت كل الاكل لنهايه الامعاء ودخل في سوق تغذيه غير عادي. لان لم يتوقع عمليه كانت بتتعمل ريستريكتد في الناس قليله قوي. طبعا وطبعا كان احيانا بيسيبوا 50 سنتي فقط من نهايه الامعاء. اسكوبينارو اعتقد انها يعني لسه متوفي السنه اللي فاتت. الله يرحمه. انا بتكلم على انها يعني الفكره بتاعت العمليه كانت محدوده قوي. طبعا بس هي كانوا بيعملوها بحبوها جدا، بس هي محتاجه بقى بروتين، يعني تاخد بروتينات كثيره وتاخد فيتامينز بعنف، وهي الحقيقه ما تنفعش في الناس اللي هي ما عندهاش قدره ان هي تشتري الحاجات دي. العمليه دي بقى انت ممكن تعملها بصوره، فقمنا عبنا نعمل بقى الوصله دي بدل ما تبقى 6 سم بوستيريور وديبندنت، لا عملناها 3 سم انتيريور وتبقى 3 سم بس جاسترو نوستومي، وقعدنا نقيس قد ايه. معظم الناس دي الاكل بقى يمر خلال المسار الاثنى عشر وما يمرش جزء منه خلال الوصله، وبالتالي انت كده كانك يعني عامل عمليه تكميم وفقدت قيمه الوصله، يعني اللي هي ممكن تبقى ما بتصرفش اصلا اكل وهي تبقى عمليه تكميم عاديه، وبالتالي برضو هي كفائتها زي كفاءه التكميم. مين يمشي؟ وفي بعض الناس بتمشي كويس جدا، لا هو في سوق التغذيه اللي هو زي اللي حاولت تحول مسار عنيف، ولا هو ماشي زي التكميم فيعني كفاءته تبقى اقل من الاساسي. بعض الناس معظمهم بيمشي كويس جدا. النقطه دي لم تحل علميا، النقطه دي ما اتحلتش حتى الان وبنعمل عليها ابحاث كتيره. انا بقولها لكل المرضى وكل الجراحين، نقطه اللي هي ان احنا مش قادرين نقيس نقدر بين ننزل فين مين راح فين. يعني العمليات السابقه اتقيمت بالنسبه للفيتامينز، اتقيمت بالنسبه للاكل بعد قد ايه، ده كلام علمي والله ما فيه اي يعني اي. فهي عمليات انفستيجيشن الساس جي، عمليه الساسي من العمليات الكويسه ان شاء الله مش هتضر حد، اللي عايز يعملها يعملها بس بيعرف شرطين. انت هتاخد فيتامينز وتبقى عارف ان دي عمليه انفستيجيشنال، يعني تحت الفحص تمضي اقرار كده ان انت داخل عمليه عارف ان دي عمليه انفستيجيشنال. وعلى فكره هي لو جزء الساسي، يعني عشان ما اخوفش الناس منها، يعني هي عمليه جميله انا بعملها على فكره، اللي عايز يعملها بشروطها ما يعملها، يعني ايه المشكله؟ يعني دي عمليه جميله جدا بعملها من 2016. يعني الـ 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 العمليه دي بقى فيها حاجه. افترضنا ان انت عملت عمليه التكميم دي وطلع حظك سيء وحصل لك سوء تغذيه، تعمل ايه؟ بتقوم داخل في عمليه لا تتعدى ال 10 دقائق، لداخل بدباسه فاصل الجزء بتاع الامعاء ده عن المعده، وتبقى سبتها عمليه تكميم وخلاص. فانت يعني هي يعني قصدي هي لو عملت ضرر في المستقبل ممكن تفك التكميم الجزء التحويل اللي فيها وتتبقى عمليه التكميم. ما زلنا اللي عمل ساسي ما يخافش، انت عامل عمليه جميله انا بعملها، يعني انا بعملها لبعض عادي يعني، وبعملها في الجامعه وبعملها بره في شغلي وكل حاجه يعني بعملها ما فيش مشكله فيها خالص، بس انت اعملها بشرطين. خد فيتامينز، ما تعتمدش يعني ان جزء من الاكل بعد هنا احنا مش يعني لم يثبت ان احنا ما ناخدش فيتامينز مع الساسي.
النمره الثانيه، النمره الثانيه بقى انت عارف ان انت داخل عمليه تجريبيه، ربما يكون لسه الابروفال بتاعها لسه مستنين عليه شويه يعني. كل عمليه تؤثر على الامتصاص ينبغي ان تؤخذ فيها فيتامينات. طبعا دي قاعده عشان ما حدش يعني يغير هذه القاعده في يوم من الايام. انا بس تعليقي على الساسي دايما ان الفيتامينات فيها مش بناء على أقل كلامك مش نقدر، لا مش نقدر نحسبها، مش هنقدر نحسبها، هنبقى فاريبل يعني. انا البدي مثلا عملت السمير وشهير وبهير مثلا، مين فيهم بقى حد مين اورسن ومين اورس، كلهم عملوا ساسي غير تحويل المسار. تحويل المسار مساله واضحه بالظبط، غير تحويل المسار لازم ياخدوا كلهم لازم ياخدوا، بس كمان ايه هيتغيروا يعني على حسب بقى انا وحظي مع ده ومع ده ومع ده. يبقى عالم السمنة عالم مثير في حواره، وفي اللقاءات القادمة سنتحدث عن أيضا التحضير وتوقع ربما المشاكل دايما في الجراحة وفي كل حاجة. توقع المشاكل ده جزء مهم جدا وحرفنة كبيرة جدا، توقع السيناريو الأسوأ دائما، أكون جاهز لهذا السيناريو بحيث أنه ما يحصلش. وتوقع السيناريو الأسوأ ده معناه أن أنا أجهز له، مش أنه يحصل، لا ده أنا جاهز عشان أول ما أحس بوادره أمنعه. السيناريو الأسوأ هو إيه؟ أو الأحداث اللي قد تكون مخيفة أو بتحيط بجراحة السمنة هي إيه؟ هيكون ده في اللقاءاتنا القادمة. ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم المتميز الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية الإنجليزية. نورت الناس الحلوة دائما. خلي بالكم من نفسيكم ومن ولادكم وخليكم مع الناس الحلوة. أهلا بيكم، أنا مهندس محمود سمير من المحلة، سني 45 سنة، عامل عملية تكميم مع الدكتور كريم صبري، الكلام ده من 10 شهور تقريبا. وزني كان 141 كيلو، أنا دلوقتي وزني 84 كيلو. طبعا اختلفت الحياة تماما بعد إجراء العملية في كل حاجة يعني. دي كانت من أحسن القرارات اللي أنا خدتها في حياتي، أن أنا أعمل العملية مع الدكتور كريم، وطبعا هو ربنا يبارك فيه يعني، والاستاف اللي موجود معاه يعني عملوا معايا كل حاجة أثناء العملية وبعد العملية وفي خلال 10 شهور اللي فاتوا، من متابعة ومن علاج. ما كنت بحس بأي حاجة، كنت بتصل بيهم كانوا بيتواصلوا معايا مباشرة يعني. الحمد لله الدنيا اتغيرت تماما، لبسي اتغير تماما، كل اللبس القديم بتاعي رميته، الشكل العام والمظهر العام اتغير، الحياة شغلي كمان، أنا راجل مهندس فكان ببذل مجهود كبير طبعا في الطلوع وفي النزول والكلام ده، كان بيأثر على النفس وكان بيأثر على صحتي. دلوقتي الكلام ده مش موجود تماما الحمد لله. في الحياة الشخصية كمان اتغيرت تماما، وربنا يبارك في الدكتور كريم والاستاف اللي موجود معايا.